السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأعزاء، يعني أرحب بكم جميعا في الكورس Reaction Kinetics أو ميكانيكية التفاعل. الكورس دوت معروض في الفول سيمستر سنة 2021، والكورس نيم او الكورس نمبر زي ما احنا شايفين كم 313. في البداية يعني قبل ما نبدأ الكورس، أسأل الله عز وجل أن يجعله يعني سهلا ميسورا، وأن يوفقني ويوفقكم للفهم الجيد في هذا الكورس إن شاء الله، وربنا يعيننا ويوفقنا ان احنا نرسل لكم معلومات صحيحة، ونحاول نحن نشجعكم على الفهم اكثر في الكيمستري ان شاء الله. انا اسمي احمد محمود الاقرع، وده الايميل بتاعي الاوفيشال اللي ممكن نحن تكومينيكيت من خلاله، وده الويب سايت اللي ممكن تلاقي عليه الكلاسز اللي انا او الكورسز اللي انا درستها كلها، ومنها الكورس دوت ان شاء الله الليكشرز هتبقى متاحه عليه باذن الله تعالى، ودي الاوفيس اورز بتاعتي اللي هتبقى موجوده في قسم الكيمياء ان شاء الله السمستر دوت. بالنسبه للكورس دوت يعني طبعا دوت 2 كريدت اور كورس، مفيش لابوراتوري، وطبعا محتاج ان انت تكون يعني دارس الثيرموداينامكس كويس قبل ما تبدا في الكورس دوت اللي هو 211 كم 211 دوت، وطبعا الجميع درسوا السمستر اللي فات، فهنحاول ان احنا نربط التو كورسز دول مع بعض ونشوف ايه الفرق ما بينهم وهكذا ان شاء الله. حاولنا ان احنا نجمع مجموعه كويسه جدا يعني ريسنت يعني ريفرنسز للكورس، دي مجموعه من المصادر اللي احنا يعني هنشتغل منها ان شاء الله، وزي ما احنا شايفين الببلشرز يعني انترناشونال، وهتلاقي ان يعني الببلكيشن ييرز هتلاقيها انها فيري ريسنت، يعني حاولنا ان احنا نجيب افضل ما اتيح في الرياكشن كينيتكس دوت عشان ان احنا نضع حضراتكم في نفس المستوى اللي بتدرسه أي جامعة سواء في أمريكا أو في أي دولة أوروبية أو في أي مكان في العالم. بنحاول إن احنا نوحد المناهج اللي موجودة عندنا. يعني هتلاحظ إن عندنا يعني An Introduction to Chemical Kinetics، Chemical Action Kinetics دوت 2017، Reaction Kinetics دوت ده طالع السنة دي اللي هو 2021. وعندنا يعني مجموعه من الريفرنسز الحقيقه يعني بيستخدموها الجماعه الكيمستس، وكمان معاهم الكيميكال انجينيرز واي حد بقى شغال في كينيتكس. ويبقى عندنا اخر حاجه النوتس اللي هي موجوده اتعملت قبل كده في قسم الكيمياء عندنا، اللي هي متاحه موجوده في الكليه، وان شاء الله يعني قد يكون في نسخه الكترونيك تبقى متوفره منها كمان في السي دي اللي ممكن الكلية انها توزعها لحضراتكم. قبل ما ابدا يعني الكورس والشرح بتاعه، عايز اقول ان الكيميكال كينيتكس او الرياكشن كينيتكس او بعض الناس بيسميها رياكشن داينامكس مثلا، كل الكورسات ديت يعني نفس المحتوى بيكون موجود فيها تقريبا، وده احد اهم الكورسات اللي لازم اي كيمستري ستودنتس يكون دارسها، بالاضافه الى الثيرموداينامكس، بالاضافه الى الكوانتم كيمستري والمولكيولار سبكتروسكوبي. دول 5 يعني ميجور توبكس، وممكن معاهم كمان الاستاتستيكال ثيرموداينامكس. دي الميجور توبكس اللي انت يو هاف تو ستدي عشان تبقى سيرتيفايد من الامريكان كيمر سوسايتي ككيمست. فيعني احنا وي ار توكين ذس سمستر اباوت ا كور كورس، يعني كورس very fundamental، course very important، ها تحتاجه سواء انت تخصصت في المولكيولار بيولوجي، سواء انت اشتغلت في الكيميكال انجينيرنج، سواء اشتغلت في الفارماسيوتيكال ابلكيشنز، اي ابلكيشن
انت هتستخدم فيه كيمستري بعد كده لازم تبقى انت ملم بالفاندامنتلز بتاعه الثيرمودينامكس والفاندامنتلز بتاعه الكيميكال كينيتكس عشان تقدر تتابع بروسيس معينه في فيلد معين. لازم تبقى فاهم البروسيس ديت هي يا ترى سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس. لازم تعرف الرياكشن ريت بتاعها شكله عامل ازاي. طب لو انت عرفت الريت هل عرفت الميكانيزم؟ ممكن تعرف كمان الميكانيزم. هل يا ترى تقدر تتدخل عشان تسهل البروسيس ديت او تخليها يعني السبيد بتاعها اعلى، تخلي الريت بتاع الرياكشن اعلى؟ يعني في ابلكيشنز بتحتاج ان انت الريت في الكاتاليسز مثلا، لو انت بتعمل كاتاليتيك رياكشن وعايز تحسن الاداء اللي عندك، فانت هل تقدر تتدخل في الرياكشن ميكانيزم دوت تغيره بحيث ان الكينيتكس دي تبقى اسرع فاستر؟ في ابلكيشنز تانية بتحتاج تتدخل عشان تعملها انهيبيشن، تعمل زي مثلا التاكل بتاع الحديد مثلا الكروجن مثلا بتاع الستيل، ها محتاج ان انت تتدخل برضو عشان تخلي الكينيتكس ديت او الرياكشن السبيد بتاعته لوور، ها او ذا لوست اف يو كان، ها عشان تعمل حمايه للايه للستيل ان هو يحصل له ايه، يحصل له كروجن. فكل دوت تارجتس بالتارجت والكيمستري الكيميكال كينيتكس او الكينيتكس انفستيجيشن، انها بتحاول انها تعرف الريتس بتاعت التفاعلات شكلها عامل ازاي، طيب والميكانيزم بتاعها، وهنقدر نتدخل ولا لا، نعمل كاتاليسيس، نعمل انهيبيشن، وهكذا. دي المين تارجتس بتاعت الكورس بتاعنا اللي هو الكيميكال كينيتكس دوت. في المقدمه يعني عايز اقول لك ان خلينا نقول بس الاسسمنت بتاع الكورس دوت هيبقى يرجع ريجولار تو، يعني هيبقى يعني اكوردنج تو ذا ريجولار كونديشنز، هيبقى شيء عندك 2 اور انسين ريتن اكزامينشن، ودوت هيبقى كارينج 60% من التوتال مارك. هيبقى في عندك ميد تيرم عليه 20%، وهيبقى في عندك assignments او quizzes هتبقى عليها 20% برضه من التوتال مارك. طبعا make sure ان انت to attend the lecture لان ده مهم جدا. الرول يعني تستلزم ان انت تحضر 70% من التوتال lectures عشان to be qualified عشان to attend the final exam. طبعا انت عارف ان انت محتاج تجيب 60% عشان to pass الكورس دوت ان شاء الله. السيليبوس يعني في انترستنج توبكس زي ما اتفقنا، هنتكلم على الرياكشن ريت، هنتكلم على الستوكيوماتريك ايكويشنز، هنتكلم على الاوردر والموليكولاريتي والفرق ما بينهم بتاعت الرياكشنز، وهنتكلم على الريت لوز، هنتكلم على ازاي تعين الريت لوز ديت، وعلى الايونيك رياكشنز والثيريز اللي بتشرح ازاي التفاعلات بتتم وهكذا، وازاي تحكم في الريت. هنتكلم على الريت كونسنت وعلاقته بالايكولابريم كونسنت، هنتكلم على التاثير بتاع التمبريتشر على الريتس، وعلى الريت لوز في النون ايديال سيستمز، وهنتكلم على الديفرنت تايبس من الرياكشنز زي التشين رياكشنز زي الريفرسبل رياكشنز. هنتكلم على كل الانواع ديت ان شاء الله في الكورس بتاعنا. وفاينلي الطبيعي ان احنا نتكلم على ازاي ان احنا نتحكم في الريت دوت، وازاي ان احنا تو يعني كاتالايز ديفرنت تايبس من الرياكشنز ديت. ده فيري سمبلي السيليبس اللي احنا مطالبين بيه. هنغير فيه، هنعدل فيه، هنعمل فيه بعض التعديلات السمستر دوت عشان نحاول ان احنا نتساوى مع الطلاب اللي بيدرسوا في اماكن اخرى على مستوى العالم. يقدروا هنحاول نجيب يعني ندخل بعض التوبكس اللي المفروض ان انت تبقى ملم بيها قبل ما تتخرج ان شاء الله، لانها يعني غايه في الاهميه باذن الله. طيب النهارده today's lecture النهارده هنركز باذن الله تعالى على different يعني information عن اللي موجوده في السيلبس شويه. النهارده انا يعني اخترت ان انا اتكلم الاول على مدخل في الثيرموديناميكس، ايه علاقته بالكينيتكس، ها واهميته للكينيتكس ايه. هنتكلم على السبونتينيتي والكريتيريا بتاعت السبونتينيتي ديت، ها عشان يعني باجي اسال الطلاب عندي في الكليه في سنه رابعه مثلا ايه هي الكريتيريا عشان رياكشن يبقى سبونتينيوس مثلا، فيقول لي مثلا يحصل مثلا ديكريز في الفري انرجي، دلتا جي تبقى نيجاتيف دون ان يذكر اي كونديشنز ل الكريتيريا دي. كويس، طبعا الكلام دوت علميا في اشكاليه الحقيقه، لان يعني هنعرف دلوقتي مع الكلام
امتى اقول ان الكريتيريا هي التشينج في انرجي؟ هنعرف الكلام دوت في اول المحاضره ان شاء الله. هنتكلم برضو النهارده على ايه الفرق بين الثيرمودينامكس انفستيجيشن والكينيتكس انفستيجيشن. هنتكلم على الاكشن دياجرامز، ودي حاجه جديده يمكن مثلا ممكن تكون اول مره تشوفها، لكن يعني سمعت عنها في يعني في دراستك لكيم 102 في سنه اولى. اتكلمنا على الايكوليبريم والليشاتولي برينسيبل. ها عايز النهارده اتكلم على ان انا اربط البرنسبل دوت مع الريت فراكشن، ولو انت عملت ديستربنس للايكوليبريم الكلام دوت ياثر على الريت ازاي. طبعا كلام مهم جدا ويعني هيبقى فيري انترستنج بالنسبه لنا ان شاء الله. بعد كده هندخل على الاستوكيومتري بتاعت الكيميكال رياكشنز، وهنتكلم على تو ديفرنت بارامترز اللي هو الستوكيوميتريك كوفيشنت والستوكيوميتريك نمبر، وهنعرف ايه السيجنيفيكانس بتاعهم النهارده ان شاء الله. والموليكولاريتي اوف كيميكال رياكشنز والرياكشن اكستنت، ديت احد الفانكشنز اللي بيستخدموها جماعه بتوع الكينيتكس عشان تو يعني اسس البروجريس اوف رياكشن، شوف الرياكشن قد ايه هو يعني حصل له progressing، فيقدر يقيس two functions اللي هي الـ reaction extent والـ molar fractional conversion دول. برضه نتكلم على feed compositions، ان انت لو في industrial يعني applications وحبيت تحضر منتج معين مثلا، ها ايه الامكانية ان انت تخلط reactants بديفرنت كومبوزيشنز او بذا سيم كومبوزيشنز او وات ايفر، كل ده بنسميه الفيد كومبوزيشنز، وهناخد تفصيل عنه ان شاء الله. الليمتنج رياكتنت ده كونسبت مهم درسنا يعني جزء منه في يير 1، بس النهارده هنحاول ان احنا ازاي نربطه بالرياكشن اكستنت دوت، وازاي نعرف مين الليمتنج رياكتنت في الكيس بتاعتي بالشكل دوت. هنتكلم بقى يعني هنخش في الكورس يعني hopefully يعني by the end of the lecture هنتكلم على الكينيتيك انفستيجيشن، ونبدا نتكلم على الكونسنتريشن بروفايلز والايكوليبريم جرافز جرافز والرياكشن ريت، وازاي نحدده والريت كونسنت والريت لوز. ده باختصار التوبكس اللي يعني hopefully we can يعني cover this lecture ان شاء الله. فيعني نستعد مع بعض ان شاء الله، بدايه حميده ان شاء الله وربنا يوفقنا كده باذن الله تعالى. باك تو ثيرمودينامكس. ثيرمودينامكس يا شباب يعني احد اهم التوبكس اللي يعني ممكن تدرسها في حياتك عموما، سواء اذا كنت كيمست او سواء كنت انجينير او كنت كمان يعني وات ايفر زي ما يكون. ها ليه الثيرمودينامكس يعني concerned with the يعني the feasibility of proceeding a process. البروسيس دي ممكن تبقى reaction، ها ممكن تبقى يعني something else movement مثلا، ها اي حركة اي تغير، ها اي تغير بيستلزمه ان هو يحصل تغير في الطاقه. الثيرمودينامكس بتهتم جدا بالقصه دي. الثيرمودينامكس يعني كانت بدايتها بتتكلم على الهيت كونفرجن، ها على الهيت ازاي ان انت تحول الهيت ديت الى ورك مثلا او الى انرجي، ها لكن تطور الامر وبدات انها يعني تكفر اي نوع من الكونفرجنز في الانرجي، اي نوع سواء مثلا من السولار انرجي الى الكتريكال انرجي او فروم يعني ميكانيكال فروم الكتريكال تو ميكانيكال او وات ايفر، اي نوع من الانرجي كونفرجن دلوقتي الثيرمودينامكس تهتم بيه، وبقى المفهوم بتاعها شامل واعم. طيب عايز اتكلم يعني اقول مثلا ايه امتى البروسيس اي بروسيس او رياكشن يبقى سبونتينيوس. احنا درسنا في الكورس بتاعنا بتاع 211 دوت درسنا فيرست لو ثيرمودينامكس اللي بيتكلم على الانرجي كونزرفيشن، واللي قال انرجي از كونزرفد، ها تمام ممكن تتحول من فورم الى فورم لكنها لا تفنى ولا تستحدث. كويس
second law of thermodynamics بيتكلم على ال quality of energy وال exchange اللي بيحصل في ال energy وامتى ال direction بتاع ال transfer دوت يبقى spontaneous وامتى يبقى non spontaneous. كويس. ف second law of thermodynamics بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان اي process عشان تبقى spontaneous لابد انها تبقى associating increase في ال overall entropy او ال disordering دوت للسيستم والسراوندينجز. يعني you can imagine مثلا لو انت عندك chemical reaction في رياكتور في بيكر مثلا, ها ممكن نقول ان الرياكشن جوه البيكر دوت هو السيستم بتاعي. البيكر نفسه هو الوول اللي فاصل ما بين السيستم وما بين الاكسترنال surroundings اللي هي المحيط الخارجي اللي بالنسبة له. طبعا المحيط الخارجي ده اللي هو surroundings ديت حاجة كبيرة جدا, حاجة يعني ايه, حتى ما تحب تدرس حاجة جوه surrounding تلاقي في صعوبة بالغة. انت ممكن تفهم الconcepts لكن عشان تيجي تطبقه عملي ما تقدرش تتعامل مع surroundings بشكل يعني ايه مبسط زي ما تقدر تتعامل مع السيستم اللي موجود. يعني لو قاعد في كلاس روم مثلا وعايز ادرس فينومينا مثلا معينه جوه الكلاس روم مثلا, كويس تقدر يعني تظبط امورك جوه الكلاس روم, لكن عشان تدرس حاجه اوتسايد الكلاس روم دوت يعني تتكلم على كل الاكسترنال اتموسفير اوتسايد الوولز بتاعت الكلاس ديت لابد ان انت ما عندك انفورميشن انا عشان تعرف اي بروسيس هتتم جوه السيستم ده او جوه الكلاس دوت هتبقى سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس. كويس, لازم يبقى عندك معلومه عنها. فكان في صعوبه بالغه ان انت تدرس السبونتينيتي بتاعت اي تشينج بمعرفه كل البروبرتيز اللي موجوده جوه السيستم واوتسايد السيستم يعني في السراوند نفسها. كويس, فبدا يحصل سمبليفيكيشن في الكورس في اللي احنا درسناه في الثيرموداينامكس ان انت تحاول تحول الفانكشنز اللي هي بره السيستم اللي هي في السراوندنج ديت الى فانكشنز من جوه السيستم نفسه عشان اقدر ان انا اما اجي اتكلم على السبونتينيتي بتاعت اي بروسيس اقدر ان انا احكم عليها من بروبرتيز جوه السيستم نفسه مش بره السيستم. وده بدا يحصل عندي يعني يعني تغير في الفانكشنز اللي انا اقدر يعني اتتبع بيها السبونتينيتي بتاعت اي بروسيس. بدل ما كنت بقول مثلا على سبيل المثال ان يحصل انكريز في الاوفرول انتروبي بتاعت السيستم بلس سراوندنج, واعرف كويس قوي كلمه بلس ديت ان لازم يحصل انكريز في الانتروبي بتاعت السيستم بلس السراوندنج الاثنين مش السيستم بس. يعني لو بسالك مثلا في يعني في اي سؤال مثلا قلت لك مثلا الكريتيريا بتاعت اي بروسيس عشان تبقى سبونتينيوس يحصل انكريز في الانتروبي بتاعت السيستم وقلت لك صح ولا غلط, لازم تقول لي غلط لان مش السيستم بس اللي يحصل فيه زياده في الانتروبي, ممكن يحصل زياده في الانتروبي وتبقى البروسيس نون سبونتينيوس على فكره. كويس, لان الكريتيريا المين كريتيريا عشان بروسيس تبقى سبونتينيوس لازم يحصل انكريز في الاوفرول انتروبي بتاعت السيستم بلس السراوند بلس السراوند. احنا حاولنا ان احنا نحط كونديشنز معينه في الكورس بتاع الثيرموداينامكس عشان يعني تو اجنور التشنج اللي هيحصل في السراوندنج دوت لانه اشكاليه كبيره ان انا يعني اهتم بدراسه السراوندنج بلس ان انا عندي مشكله في السيستم نفسه عايز اشوف ايه اللي بيجرى فيه. كويس, فخلينا اتكلم بقى على ايه, على يعني هنخش دلوقتي على الكونديشنز اللي هي تهم الكيمست اللي هي الستيتس بتاعت او الكونديشنز لما يبقى في عندي كونستانت بريشر. دايما احنا بنعمل في الرياكشنز بتتم ايه, بتبقى في الاوبن اتموسفير, تبقى في الاوبن اتموسفير فيبقى في عندي يعني كونستانت بريشر. برضو بيبقى في عندي كونستانت تمبريتشر دايما الرياكشنز يعني ايه يعني تهتم انها تبقى at constant temperature. لذلك يعني two properties دولت اللي هو temperature والpressure دولت هيبقوا constant عندي. هشوف لما يبقى دولت constant اقدر يعني ان انا احول الكريتيريا من ال من ال 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 من ال 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 entropy change ها بتاعت السيستم والسراوندنج الى فانكشن تانية هنتعرف عليها دلوقتي اللي هي الجيبس فري انرجي. كويس, طيب في عندي برينسيبل مهم جدا هو ده المنطوق الرياضي بتاع السكند لو ثيرموداينامكس اللي هو الكلاوزس
inequality principle دوت. بيقول لي لو انت عندك سيستم عند thermal equilibrium يعني مفيش change في temperature, temperature is constant كويس مع surrounding. When a change in a system occurs and there is a transfer of energy as heat, في heat حلوة دي as transfer of energy as heat. هو ممكن يحصل transfer of energy بشكل ايه تاني يا شباب؟ ممكن يحصل في صورة heat ما بين السيستم والسراوندينج, ممكن يحصل في صورة work مثلا لو انت عندك electricity مثلا بتدور مروحة جوه مثلا microwave, فدوت في تشينج في الانرجي بيحصل من السراوندينج من السراوندينج الى المايكرويف, الروم الداخليه للمايكرويف الكتريستي بتتحول الى 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 ميكانيكال انرجي, الى ميكانيكال اللي هي بتدور المروحه دي كويس. فدوت مش لازم يبقى هيت, مش لازم يبقى في صورة هيت, يعني مش عايز اتصور ان الهيت هي السورس الوحيد اللي ممكن الطاقة تنتقل فيه, لا ممكن في هيت, ممكن في صورة وورك, ممكن كمان في صورة ماس لو اتنقل يعني جزء من الكيميكالز على بعضيها من مكان الى مكان اخر, دوت يعتبر بالنسبة لي انرجي ترانسفير كويس. ليه انرجي ترانسفير؟ لان الانرجي بيزيكلي موجودة في اي سيستم في تو مين فورمز, اول واحد اللي هو البوتنشال انرجي والثاني كينيتيك انرجي. كينيتيك انرجي ببساطه هي اي انرجي اسوشيتنج الحركه, يعني عندك الكترونز مثلا بتتحرك في واير اندر بوتنشال ديفرنس ما بين تو الكترودز كويس, ده ينتج عنه ايه الكتريستي اللي هي الالكتريكال انرجي ديت طالما فيها حركه الكترونات يبقى انا بتكلم على ايه, بتكلم على كينيتيك انرجي كويس. مروحة وبتلف مثلا على سبيل المثال فبينتج عنها مثلا تحرك للايرز بتاعت الاير اللي موجودة حواليها, ها طالما فيها ميكانيكال او حركة كويس يبقى انا بتكلم على ايه, بتكلم على كينيتيك انرجي. اما البوتنشال انرجي فهي الانرجي اللي موجوده جوه السيستم نتيجه للبوزيشن بتاعه او الكومبوزيشن بتاعه. يعني ايه بوزيشن؟ يعني مثلا اي مثلا اوبجكت مثلا انت واخده بن مثلا في ايديك هو على ارتفاع معين مثلا وغيرت الارتفاع دوت تتغير البوتنشال انرجي بتاعته, يبقى نتيجه الهايت بتاعه الاوبجكت دوت الجاذبية يعني تمثل بالنسبة له potential energy مختلفة نتيجة للهايت اللي موجود فيه. يبقى أنا potential energy نتيجة البوزيشن, ها الهايت بتاعه شكله عامل ازاي, أو نتيجة الكومبوزيشن نتيجة هو تركيبه ايه. مثلا كربون دايكسيد جواه بونز معينة غير مثلا كربون مونوكسيد كويس, ده ليه بوتنشال انرجي وده ليه بوتنشال انرجي. نتيجه ايه البوتنشال انرجي؟ نتيجه للكومبوزيشن بتاعه, نتيجه للكومبوزيشن اللي موجوده في الاتومز اللي موجوده البوندنج اللي موجود جواه واللي جوه النيوكليوس بتاعه الاتومز اللي موجوده دي كلها. كل ديت نيوكليار انرجي نفس الكلام احد انواع الايه البوتنشال انرجي اللي موجوده عندي في الاتومز. يبقى انا صنفت الانرجي عموما الى نوعين, نوع اسمه كينيتيك وده نتيجه للحركه اللي موجوده, ودايما بنقول الكينيتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير, يعني في فيلوسيتي الحاجه, في حركه الحاجه وليها فيلوسيتي كويس. والبوتنشال انرجي لو نتيجه الكومبوزيشن او نتيجه البوزيشن بتاع الاتومز اللي موجود عندي. اذا لو انت جيت نقلت اجيفن ماس من يعني ماتيريال من جوه السيستم نقلتها بره, ده معناها ان انت بتاخد جزء من البوتنشال انرجي بتاعت السيستم دوت بتنقله بره. يبقى الانرجي تنتقل معايا في 3 فورمز, الهيت الورك الماس كويس, دي الفورمز اللي ممكن تنتقل منها الانرجي بينها وبين بعضها كويس يا شباب. طيب هنا بيقول لي ايه, there is a transfer of energy as heat between the system and the surrounding. بيقول لي بقى الكلاوزس انيكواليتي ريكوايرز ايه, ريكوايرز الفانكشنز اللي موجوده دي, ده فيري امبورتنت الفانكشن دي اللي هي دي اس لازم تكون اكبر من او يساوي دي كيو على تي. اولا الدي اس ديت ريبريزنت التشينج اللي هيحصل في الانتروبي بتاعت السيستم, والدي كيو على تي ديت ريبريزنت التشينج اللي هيحصل, هي برضو بتساوي الانتروبي بس الانتروبي بتاعت السراوندنج
دي كيو على تي ديت هي التشنج اللي هيحصل في الانتروبي بتاعه السراوندنج. يعني بيقول لي ايه باختصار؟ بيقول ان التشنج اللي هيحصل في الانتروبي بتاعه السيستم لابد ان هو يكون اكبر من او يساوي التشنج اللي هيحصل في الانتروبي بتاعه السراوندنج. اه وهو ده اللي انا قلته. السكند لو سيرنس بيقول لي ايه؟ بيحصل انكريز في الاوفرول انتروبي بتاعه السيستم بلس السراوند. يعني انت لو نقلت الجزء بتاع دي كيو على تي دوت هيروح هناك يبقى دي اس بلس ماينس دي كيو على تي دوت هيبقى اكبر من او يساوي الصفر. اكبر من او يساوي يعني معناها ان التشنج اللي هيحصل دوت هيبقى فيه انكريز في الانتروبي. ها طيب دوت لو هو اكبر من او يساوي الصفر، طب لو هو بيساوي الصفر يعني لو الدي اس بتساوي الدي كيو على تي يبقى انت في حاله ايكوليبريم. في حاله ايكوليبريم يعني مش هيحصل لا تشنج من السيستم الى بس. امال هو ليه قال لي ان دي هتبقى سبونتينيوس مع انه في حاله ايكوليبريم؟ ما هي الايكوليبريم ديت احد انواع السبونتينيوس تشينج. السبونتينيوس تشينج ليه؟ لان ات ايكوليبريم بيبقى فيه الدايناميك رياكشن شغال. دايناميك يعني ايه؟ يعني الايكوليبريم بنسميها دايناميك ايكوليبريم. يعني لو انا عندي مثلا رياكتنت A بيروح الى رياكتنت B وفي ايكوليبريم ما بينهم، ده معناها ان A بيروح ل B و B بيروح ل A بس بنفس المعدل. ها فبالتالي اوفرول بيبقى فيه عندي ايكوليبريم وتبقى حاسس ان مفيش تشينج لا في ال A ولا في ال B، لكن in reality there is a change. ها بس الريت بتاع التشنج دوت بيساوي الريت بتاع التشنج دوت، ففي spontaneous reaction شغال من ال A الى B ومن B الى A الاثنين زي بعض. driving force is the same ما بين الفورورد وما بين الباكورد reaction. طيب لا يزال انا بتكلم على دي اس representing the system status، الدي كيو على التي represent the status بتاع surrounding. وقلنا ان ده إشكالية هنحاول ان احنا نغيرها يعني very soon. ده الايكويشن قدامي زي ما اتفقنا ان لو جبت الدي كيو على التي الناحيه الثانيه هتبقى بالشكل اللي قدامي دوت، وزي ما اتفقنا ان دي ريبريزنتنج دلوقتي السيستم بلس السراوندنج. كويس. طيب بيقول لي بقى يعني عايز احط يعني اشوف يعني لو انا غيرت بقى البروبرتيز اللي موجوده، ثبت يعني بعض الفانكشنز مثلا على سبيل المثال، واحد الفانكشنز ديت ان هي مثلا لو انت بتتكلم على كونستنت فوليوم او كونستنت بريشر. انا اهتم في الكيمستري حقيقه بالكونستنت بريشر وهو دوت اللي هدي لك ملخص عليه. ولو عايز ترجع للكونستنت فوليوم ترجع للكورس تاني تدرس الفانكشنز بقى اللي ممكن تعبر عن الكونستنت فوليوم. كويس. طيب ايه اللي بيحصل عند constant؟ ده الكلاوزس inequality principle. بيقول لي at constant pressure دايما احنا عارفين ان at constant pressure ال heat اللي بتبقى evolved او absorbed في اي given reactor بتبقى representing the change في الانثالبي او الهيت content بتاعت السيستم. طبعا المعلومات ديت يعني تقدر ترجع لها ببساطه في الكورس بتاع 211. كويس. يعني الدي كيو بتساوي الدي اتش او الكيو، يعني عموما يعني الكيو بنسميها الهيت ات كونستنت بريشر دوت هي تمثل بالنسبه لي التشنج في الانثالبي بتاع السيستم او الهيت كونتنت. طيب اقدر اشيل الكلام دوت واعوض بيه في الايكويشن ديت. لاحظ ان عندي حاجه مهمه قوي هنا، الدي كيو اللي كانت بتتكلم على الهيت ابسوربد بالسراوندنج ها بدأ ان هو يساويها بالتشنج في الانثالبي اللي هيحصل جوه السيستم. الانثالبي اللي هيحصل جوه الايه؟ جوه السيستم. كويس. يبقى انا بدأت اتنقل كده دلوقتي ايه من الاشكاليه بتاعت ان انا لازم اخد السراوندنج معايا في الاعتبار الى ايكويشن ثانيه تهتم فقط بالسيستم كونديشن او السيستم موتيشن. كويس. فهشيل الدي كيو دلوقتي واحط مكانها الدي اتش اللي قدامي وتبقى دي الكريتيريا بتاعت الايه السبونتينيتي. واضح. كويس. طيب كل دوت انا لسه ما جبتش سيره البريشر وكونستنت بريشر والكلام ده. طبعا لو عملت ري ارينجمنت للايكويشن ديت هيبقى نفس الكلاوزز يعني ان ايكواليتي برينسيبل. لا طبعا انا لا زال بتكلم على كونستنت بريشر لان قلت ان دي كيو بتساوي دي اتش، فديت كونديشنز دي لم تتحقق الا اذا كنت اد كونستنت. ايه اد كونستنت؟ يبقى اد كونستنت بريشر اقدر اقول ان الكريتيريا بتاعت السبونتينيتي هي ان التي دي اس تكون اكبر من او يساوي الدي اتش. ديت نفس الكريتيريا بتاعت الانكريز في الانتروبي بتاعت السيستم سراوندنج هي ات كونستنت بريشر ان التي دي اس تكون اكبر من او يساوي الدي اتش. طيب وتعدل الكلام دوت يبقى الدي اتش ماينس التي دي اس هيكون اقل من او يساوي الزيرو.
كويس. يبقى at constant pressure و no additional work other than PV work كويس, لان في انواع كتيرة من work, electrical work او surface tension work كويس, كل دوت انواع من الورك. لكن هنا الايكويشن كونسرنت في الحالة ديت على ايه, على الـ على البي في ورك. وهنشوف بعد كده الاذر تايبس اوف ورك ممكن تهمني في ايه في الايكويشنز اللي هتيجي ان شاء الله. طيب بدأوا ان هم تو ديفلوب نيو فانكشن اللي هي بيسموها الجيبس فري انرجي, اللي هتبقى امبورتنت بالنسبه لي ات كونستانت بريشر. دي الكريتيريا بتاعت السبونتينيتي. بيقول لي لو انت عندك يعني رياكشن عادي, الجي ديت هتبقى بالنسبه لي بتساوي الاتش ماينس تي اس, ديت الجيبس انرجي. هو عمل ديفينيشن لفانكشن جديده اسمها الجيبس انرجي بتساوي الاتش الانثالبي ماينس التمبريتشر تايمز الايه الانتروبي بتاع السيستم. طيب طبعا كل السامبلز اللي موجوده دي, كل البروبرتيز ديت ديسكرايبنج السيستم, ها ليس لها علاقه بالسراوندنج تماما. بيقول لي بقى وين ستيت اوف ذا سيستم تشينج ات كونست تمبريتشر, لاحظ ان انا ات كونست تمبريتشر الدي جي هتساوي دي اتش ماينس تي دي اس. طبعا طالما هو ات كونست تمبريتشر فالاس دي تي بتساوي صفر, ها فيعني فهو ما حطهاش في الايكويشن اوريدي. طيب لو انت بقى اف يو ابلاي الايكويشن اللي هي اللي فوق ديت اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها, وان ديت الكريتيريا بتاعت السبونتينيتي دلوقتي, ف تي دي اس اكبر من او يساوي الدي اتش ديت كويس, يعني التي دي اس دوت هيكون اكبر من او يساوي الدي اتش في الحاله ديت, الدي جي at constant temperature and pressure لازم تكون اقل من او يساوي الزيرو. ودوت اللي هو يا شباب اللي احنا يعني فاكرينه واللي احنا عارفينه في اللاب وفي الرياكشنز والحاجات دي, احنا دايما نيجي نقول لك الرياكشن ده سبونتينيوس ولا من هي, يقول لك يعني تشيك الدلتا جي او تشيك الدي جي. ها دايما الدي جي دوت لو انت عندك يعني في تغير غير منتظم, لو انا اتكلمت على الدلتا جي يبقى في عندك ايه يعني تقدر يعني في تغير منتظم تقدر تاخد يعني الاسلوب هيبقى واحد بالنسبه لي. ف سواء بتتكلم على دي جي او بتتكلم على الدلتا جي, بيقول لي ان دايما الكريتيريا ديت بتقول ان الدلتا جي دي لو هي نيجاتيف, لو هي نيجاتيف يعني اقل من الزيرو يبقى الرياكشن ده سبونتينيوس. ها طبعا انا كلمه بيساوي دي دايما بحطها ليه, لان بتكلم على يعني وي ار ادريسنج يعني از ويل الستيت بتاعه الايكوليبريم كويس. ف فبيقول لي الكريتيريا اصبحت دلوقتي لو انا بتكلم at constant temperature and pressure ان بتكلم على decrease في الفري انرجي, decrease في الجابس انرجي كويس. هي دي الكريتيريا بتاعت السبونتينيتي, دي جي at constant temperature and pressure تكون اقل من او يساوي الزيرو كويس. لو هي بتساوي زيرو احنا at equilibrium, لو هي اقل من زيرو يبقى دي spontaneous process كويس. لاحظ أهمية وجود الـ constant temperature and pressure دي, لو أنت شلتهم أو لم تذكرهم يبقى ليس لها معنى وليس لها قيمة إن أنا أتكلم على spontaneity بتاعت الرياكشن ها باستخدام الـ gibbs free energy. أمال أتكلم عليه ارجع بقى للأصل بتاعي اللي هو حتى مش الـ dH minus TdS أقل من الزيرو, لا أرجع للأصل بتاعي اللي هو إن الـ dS علاقته ايه بالدي كيو على تي اللي هو البرنسبل نفسه بتاع الكلاوزس انيكواليتي برنسبل. واضح؟ طيب اجي بقى اشوف الدي جي ات كونستميشن بريشر, دي الكريتيريا بتاعت السبونتينيتي. ففي عندي 3 كيسز دلوقتي موجودين, اللي هو اول كيس بتقول لي ايه ان الدلتا جي at constant pressure and pressure لو هي اقل من زيرو يبقى الرياكشن او البروسيس ده سبونتينيوس, لو هي بتساوي زيرو يبقى انا at equilibrium, لو هي اقل لو هي اكبر من الزيرو يبقى البروسيس ديت نون سبونتينيوس, والريفرس بتاعها بالنسبه لي هو اللي هيكون ايه, هو اللي هيكون سبونتينيوس. طيب معنى التغير بتاع الفري انرجي دوت, انا لسه يعني متكلم من شويه ان في عندي انواع من الورك دوت, في منها اللي هو الميكانيكال وورك او البي في وورك, وفي انواع اخرى من الورك زي ايه مثلا
لو انت بتنقل مثلا اوبجكت معين ديستنس معينه دي ال مثلا بفورس معينه دوت ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه ورك برضو اللي هو بنسميه الاف دي ال. او لو انت عندك سيرفيس تنشن معينه للسيستم والتغير في سيرفيس اريا بتاعت السطح دوت ها ده ينتج عنه برضو ايه نوع تاني من الورك. لو انت بتنقل الكتريستي شحنه معينه under potential field معين دوت كمان ينشا عنه electrical work. كويس. فالدلتا جي الانتربريتيشن بتاعها او اللي هي بتعبر عن ايه بيقول لي at constant pressure and pressure is the maximum additional اللي هو non expansion work اللي هو non BV work ها اللي بنسميه W additional maximum دوت W add max دوت دوت بالنسبة لي اي نوع work غير ال BV work. كويس. دوت تقدر انت تحسبه بالتغير في الجابس فري انرجي. طبعا ده ليه ديفيشن اخدته انت في الثيرموداينامكس بس انا عايز يعني اوصله ليك ان الدي دبليو اد ماكسيمم دوت هو اللي بيساوي التشينج في الفري انرجي ها اللي هو الماكسيمم لو عند ريفرسبل كونديشنز. يعني طبعا انت خدت ان الماكسيمم ورك دايما بيكون عند ريفرسبل ايه كونديشنز ها الماكسيمم اديشنال بمعنى ايه اللي هو نون بي في ورك. كويس. تشينج في الماكسيمم اديشنال نون بي في ورك دوت بيساوي اكزاكتلي ايه التشينج في الفري انرجي اللي بيحصل في السيستم ات كونستنت تمبريتشر اند بريشر. كويس. طبعا ده مهم في بعض الابلكيشنز لو انت بتتكلم على الفيول سيل مثلا وحسبت الدلتا جي بتاعت اللي هتحصل في رياكشن معين في الفيول سيل دوت يمثل بالنسبه لي ايه الالكتريكال وورك اللي موجود بتاع السيل الالكتريكال وورك اللي حصل في الفانكشن ديت. فيعني لازم اربط الفانكشنز ديت كلها ببعضها عشان اقدر افهمها كلها مع بعض. انا يعني سو فار حاولت ان انا يعني ادخلك على السبونتينيتي بتاعت اي بروسيس. ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لي عشان لما اجي ادرس الانرجي بروفايلز واشوف التشنج اللي هيحصل اشوف بقى انا بدرس الدياجرامز اللي موجوده ديت هل هي في الفري انرجي ولا هي بوتنشال انرجي. عرفت انواع الطاقه وعرفت الطاقه بتنتقل في انهي صور وهكذا. ملخص سريع جدا اخدته على السبونتينيتي اوف كيميكال رياكشنز. طيب ايه علاقه الثيرموداينامكس بالكينيتكس؟ الثيرموداينامكس يا شباب تتعامل مع ما يسمى الستيت فانكشنز او الفانكشن اللي هي بتبقى باث اندبندنت. يعني ايه باث اندبندنت؟ يعني تعتمد على الانيشال ستيت وعلى الفاينل ستيت. دايما اجي اقول دلتا اتش بتساوي ايه؟ اتش فاينل ماينس اتش اي انيشال. دلتا جي بتساوي ايه؟ جي فاينل ماينس جي انيشال. كل اللي في النص دوت او كل اللي حصل الطريق اللي وصل منه من جي انيشال الى جي فاينل ها كل دوت بالنسبه لي از نوت امبورتنت من ناحيه الثيرموداينامكس لكن امبورتنت جدا من ناحيه الكينيتكس. تبقى كينيتكس مش بتهتم بالانيشال او الفاينل ستيت فحسب لا ده هي داخل معاها كمان الايه داخل معاها الباث واي اللي حصل منه او الميكانيزم اللي حصل منه ايه الستبس الانديفيدوال ستبس اللي حصلت اللي موجوده ايه العوائق اللي ممكن يتعرض ليها رياكشن فيمنعه ان هو يحدث مثلا او يخلي الريت بتاعه almost non-sensible يعني ما تقدرش ان انت تحس بيه. كل ده كينيتكس بيهتم بيه. كويس. يبقى وده احد الاشياء اللي اي رياكشن بيهتم ان هو يتعرف عليها. يعني ايه رياكشن بيهتم ان هو يعرف ايه؟ يعرف الاستوكيومتري بتاعت الرياكشن دوت وهندرسها برضو النهارده ان شاء الله. يعرف الانرجي بتاعت الكلام دوت والتشنج اللي يحصل في الانرجي الانرجيتكس بتاعت الرياكشن والريت اللي هو كينيتكس بيهتم بيها. طيب اتكلمنا عن السبونتينيتي والسبونتينيتي اللي هو ان التشنج في الفري انرجي دوت يبقى نيجاتيف وخدنا ايكويشن برضو في الثيرمودايناميكس اللي هي بتربط التشنج في الفري انرجي بالايكوليبريم كونست. ليه ايكوليبريم كونست؟ لان الثيرمودايناميك كونسيرن دايما مع الايكوليبريم ستيت مع الايكوليبريم ايه وده فرق اخر جوهري ما بين الكينيتكس وما بين الثيرمودايناميكس. ان الثيرمودايناميكس تهتم بدراسه السيستمز ات ايكوليبريم ها يعني لما يبقى almost no change is occurring في السيستم اللي موجود عندي. لكن الكينيتكس غير كده بتهتم بالايه بالبروجرس بتاع الرياكشن دوت رايح فين وجاي منين ها. طيب
بعض الناس يعني بعض الكتب او بعض الساينتس تحب تسمي الثيرموداينامكس ده ثيرموستاتكس. ليه ثيرموستاتكس؟ لان يعني تهتم بدراسه يعني اشياء نون موفبل يعني او يعني ايه يعني ما هياش بتتحرك معايا كويس او يعني بيقول لي ايه is not about things moving and changing but instead about how stable they are in one state versus another كويس ملاش علاقة بالحركة اللي بتحصل يعني حتى ما اجي اقول مع التايم ايه اللي بيحصل الثيرموداينامكس ملوش دعوة مع التايم ايه اللي بيحصل وهكذا الإيكوليبريم كونستنت دوت بالنسبة لي حتى هو في الإيكويشن اللي فوق هو بيقول لي دلتا جي بتساوي ماينس ار تي لين كي الكي دوت از الثيرموداينامك بروبرتي thermodynamic property ها لان هو بيتكلم على الكونديشنز السيستم فيها ات ايكوليبريم يعني ما فيش حركه ولا في اي ايه ولا في اي تشينج مع التايم فبالتالي ده بالنسبه لي يعتبر thermodynamic property is not a kinetic ايه a kinetic property اما kinetics قلنا is about how quickly or slowly species react ها يعني ازاي الرياكتنس دي تتفاعل مع بعضيها سواء ببطء سواء يعني بسرعه وايه الانديفيدوال ستيبس اللي هي تبقى انفولفد في الرياكشن اللي موجود عندنا سو اوفرول الثيرموداينامكس والكينيتكس لو انا حبيت اعمل يعني كومباريزن سريع كده ها هتلاقي ان الكينيتكس بريدكتس ريت اوف ريتشينج رياكشن ات ا جيفن ايكوليبريم والثيرموداينامكس بريدكت وذر رياكتنس اور برودكتس ار فيفورد ات ايكوليبريم ها مالهاش علاقه الانديفيدوال ستيبس اللي موجوده ايه اللي حصل فيها او الباسوي اللي حصل فيه شكله عامل ازاي طبعا الكينيتكس يعني تعتمد على الباث اللي موجود اللي بيمر بيه التفاعل اما الثيرموداينامكس اندبندنت على الباث كينيتكس كونسرند مع التايم الثيرموداينامكس تايم اندبندنت ات ايكوليبريم الريتس الكينيتكس بتقول ان الريتس اوف فورورد اند باكورد رياكشن في حاله الريفرسبل رياكشنز ار ايكوال but opposite in sign when net reaction عند هيبقى بيساوي ايه النت ريت يعني بيساوي زيرو when no spontaneous changes of origin ها at equilibrium thermodynamics بتقول ان الفورسز او driving forces للفورورد والباكورد reactions are equal but opposite in sign و delta g equal to zero and the no spontaneous change is observed ها انا طبعا يعني عايز بس اوضح ان هو يوصل ايه no spontaneous no net spontaneous change no net spontaneous change يعني لو عندك A بيروح لB كويس مش هلاقي ان في يعني net change حصل في الB ولا في الA ها لكن in reality اللي بيحصل بيبقى في dynamic equilibrium الB بينتج والA بينتج لكن بنفس الA بنفس المعدل كما ذكرنا كويس طيب reaction diagrams ايه reaction diagrams ديت دي علاقة ما بين اللي بيحصل مع time اثناء التفاعل ما بين فانكشن زي الانرجي مثلا على سبيل المثال لو انا جيت قلت مثلا ان انا عندي رياكتنس عند انرجي معينه زي اللي قدامي ديت كده عند ليفل معين وهيتفاعل ويروح الى برودكتس في انرجي لور عنه اول حاجه لازم الفت انتباهي ليها ان انا اعرف هو ايه نوع الانرجي اللي على البروفايل اللي موجود على الواي اكسس ده ها لان الكلام هيختلف بيزد على نوع الايه نوع الانرجي ده لو انا بتكلم حاطط بوتنشال انرجي يبقى بتكلم على البوتنشال انرجي بتاعت الرياكتنس وبتاعت البرودكتس يعني التشنج اللي هيحصل فيها ما يقدرش بالنظر كده اجي اقول الرياكشن ده سبونتينيوس ولا انا سبونتينيوس ليه اللي يقول لي سبونتينيوس ولا انا سبونتينيوس في الكيميكال رياكشنز if you assume ان انت at given temperature and pressure هي gaps free energy مش البوتنشال انرجي يبقى ده اول ايه اول ملاحظه بنتكلم عليها طيب هفترض ان الانرجي ديت هي الجابس فري انرجي هي الفري انرجي اللي موجوده على الواي اكسس اللي موجوده عندي ديت كويس اجي بعد كده ابص بيقول لي لو هي فعلا كده هيبقى البرودكتس عندي ات لور جابس فري انرجي عن الرياكتنس ده معناها ايه معناها ان التشنج اللي هيحصل في الفري انرجي دوت هيبقى ايه هيبقى بيديني نيجاتيف فاليو بيديني ايه نيجاتيف يعني قلت الفري انرجي قلت معناها ان الدلتا جي نيجاتيف معناها ان الرياكشن دوت هيكون ايه هيكون سبونتينيوس والبرودكتس اللي هتطلع ديت بسميها ثيرموداينامكالي فيفربل برودكتس ثيرموداينامكالي فيفربل برودكتس كويس بالشكل ده طبعا لو اختلف والليفل بتاع البرودكتس بدل ما هو كان موجود هنا بقى موجود هنا
اوتوماتيك هتقول لي ان الرياكشن ده دلتا جي بتاعته بوزيتيف ها والرياكشن ده نون سبونتينيوس. لو هما في نفس الليفل هتقول لي ايه؟ ان هما ات ايكوليبريم. كويس، ثيرموداينامكلي ماشي. لاحظ كلمه ثيرموداينامكلي دي مهمه جدا، الثيرموداينامكس هي اللي هتحكم على السبونتينيتي دلوقتي. كويس، طيب بعد كده الفرق ما بين الفري انرجي بتاعت الرياكتنس بتاعت البرودكتس هي دلتا جي اللي هي بتساوي ماينس ار تي لينكي. لو انت عارفه تقدر ات جيفن تمبريتشر تقدر تحسب الايكوليبريم كونست. ده مسائل ممكن تيجي ببساطه جدا ومفيش فيها ايه اي اشكال. امال ايه اللي فوق ديت بقى؟ ديت الترانزيشن ستيت او الاكتيفيتد كومبلكس اللي بيكون. واما نيجي ندرس السيريز بتاعت الرياكشنز ازاي بتتم وهكذا، ها الكوليجن ثيوري والترانزيشن ستيت ثيوري، ها هنلاقي ان الرياكتنس ديت لابد انها تو اكواير اكتيفيشن انرجي معينه بتحصل عليها نتيجه الكوليجن اللي هيحصل ما بين الايه، ما بين الاتومز وبعضيها. ها دي عباره عن المينيمم انرجي، الفرق ما بين الانرجي بتاعت الرياكتنس وما بين الاكتيفيتد كومبلكس ده او ترانزيشن ستيت دوت. يمثل بالنسبه لي ايه؟ يمثل بالنسبه لي الاكتيفيشن انرجي. دي الاكتيفيشن بتاع التفاعل، وهي عباره عن المينيمم انرجي ريكوايرد فور ذا رياكشن تو بروسيد. يعني دي اقل طاقه يحتاجها الرياكتنس عشان يوصل الى مرحله اللي هي بنسميها الترانزيشن ستيت ديت او الاكتيفيتد كومبلكس، اللي بعدها يحصل سبونتينيوس ديكومبوزيشن. سبونتينيوس ديكومبوزيشن ها عشان يديني البرودكتس دوت. ان لم يحصل على الاكتيفيشن انرجي ديت ها ويكون كمان ايه، مش يحصل عليها وبس، يحصل عليها ويكون يعني الكونديشنز كلها مؤهله ان يحصل ديكومبوزيشن من الترانزيشن ستيت الى برودكتس. في الحاله دي الرياكشن مش هيتم، في الحاله دي الرياكشن ايه مش هيتم. يعني ممكن الرياكتن تحصل على الاكتيفيشن انرجي لكن سرعان ما تفقد الاكتيفيشن انرجي دي وترجع للرياكتنس تاني. يعني الستيب ديت من الرياكتنس الى اكتيفيتد كومبلكس دي ريفرسبل، يعني ممكن بعد ما ياخد اكتيفيشن انرجي يرجع تاني هنا. ها يعني مش كل الاتومز اللي هتكتسب الاكتيفيشن، ولا كل الاتومز اصلا هتكتسب الاكتيفيشن انرجي، احنا ده جزء منها اللي ممكن يكتسب نتيجه للاصطدام، وبعد ما يبقى اكتيفيتد في المرحله اللي هي بتاعه الترانزيشن ستيت اللي فوق ديت قدامه خيارين برضو، اما ان هو يفقد الاكتيفيشن انرجي ويرجع تاني للرياكتنس، او ان هو يتكسر ويديني البرودكتس اللي موجوده عندي دوت. دي السيريز اللي احنا هنتكلم عليها والتفصيل بتاعها ان شاء الله يمكن ايه ليتر بعد يعني كذا ليكشن ان شاء الله. لكن حبيت بس ان انا افسر الدياجرام دوت واهميته بالنسبه لي. الاكتيفيشن انرجي دي يا شباب از كاينيتيك بروبرتي. كاينيتيك ايه؟ بروبرتي. اما الدلتا جي والايكوليبريم كونست دوت ثيرموداينامك بروبرتي. يعني لو حبيت تعمل كاتاليسيس مثلا التفاعل دوت ممكن تغير في الباث واي اللي موجود، يعني ممكن تغير في الاكتيفيشن انرجي لكن مش هتقدر تغير في الدلتا جي. مش هتقدر تغير في ايه؟ في الدلتا جي. كويس؟ الدلتا جي هتفضل زي ما هي. او الدلتا اتش، اي ثيرموداينامكس فانكشنز مش هتقدر تغير فيها بالكاتاليسيس او بالانهبيشن. واضح؟ لكن اللي تقدر تغير فيه هو الاكتيفيشن انرجي. تمام؟ طيب الواضح من التفاعل اللي قدامي دوت ان الاكتيفيشن انرجي ديت عاليه شويه كبيره. ها كبيره دي بتتقاس بقى بالانرجي، يعني تقاس كيلو كالوري مثلا بيرمول او واتيفر دوت الايه، او كيلو جول بيرمول مثلا. فلو الاكتيفيشن انرجي دي عاليه في الحاله دي البرودكت هيبقى بالنسبه لي كاينيتيكالي نوت فيفورد. يعني ايه كاينيتيكالي نوت فيفورد؟ يعني مع ان الثيرموداينامكس بتقول ان التشينج اللي هيحصل عندي دوت سبونتينيوس، يعني يحصل تلقائي، لكن الكاينيتكس حاطه عائق هنا ان الاكتيفيشن انرجي عاليه بالنسبه لي، محتاج اكتيفيشن انرجي عاليه، فبالتالي ما تشعرش بالتفاعل دوت وتحس ان هو ايه مش هيتم التفاعل دوت، او هيتم بريت قليل جدا جدا، ممكن ياخد ايه؟ ياخد بقى معايا مثلا اورز دايز ييرز مثلا ها مليون اوف ييرز. كويس ها فبالتالي يعني ultimately يعني you feel ان مفيش عندك reaction اصلا، مفيش عندك reaction، مع انه thermodynamically favorable. وانا هنا عايز اقول يعني اهميه الثيرمودينامكس بالنسبه للكيميكال reactions. الثيرمودينامكس لو حكمت على تفاعل ان هو spontaneous ها الكينيتكس بقى تبدا انها ايه، تبدا تتدخل تشوف يا ترى البارير
اللي قدامها اللي هو الاكتيفيشن انرجي دوت عالي ولا واطي. لو هو واطي خلاص هيبقى سبونتينيوس وهيمشي كويس. لو هو عالي لا، الكينيتكس هنا هتبقى كنترولينج في الحاله دي، وهتقول ان التفاعل دوت ايه مش هيقدر يمشي، لان في بارير عالي موجود، كينيتيك بارير او الاكتيفيشن انرجي ده عاليه. في الحاله دي البرودكت هتبقى كينيتيكالي نوت فيفر. طيب ملاحظين ان احنا يعني التايم مش فارق معايا في الثيرموداينامكس، اقدر ان انا الدايجرام ده كله على بعضه ان انا احوله الى دايركت دايجرام دوت، الى رياكتنس بتروح الى ايه رياكتنس عند انرجي معينه بتروح للبرودكتس، فده التايم مش فارق معايا بالنسبه لي، فقط الفرق دوت هو الدلتا جي اللي بالنسبه لي اللي موجود. يعني عايز اقول ان الثيرموداينامكس از نوت كونسيرند ويز ايه ويز تايم، فبالتالي اقدر اتعامل معاها طبيعي. رياكشن دايجرام رياكشن كوردينيت اللي كانت على الاكس اكسس اللي موجود ديت، هي اي فانكشن او اي ميجر يقدر ان هو يعني تو مونيتور البروجريس اوف رياكشن. يعني في حالتنا احنا اخترنا التايم اللي موجود ان يتتبع ده، طبعا يعني مهم بالنسبه للكينيتكس انفستيجيشن، مش مهم بالنسبه للايه الثيرمودينامكس. هو بيقول هنا ان احنا اخترناه عندنا في الحاله ديت اللي هو الايه التايم بالنسبه لي كويس. وبيقول لي بما ان البرودكتس ات لار فري انرجي يبقى الثيرموداينامكالي الاكشن دوت هيبقى فيزبل، وان الرياكتنس هيبقى يعني وانتس تو بي كونفرتد تو ايه تو برودكتس. spontaneous does not mean fast. يعني ايه الكلام دوت؟ زي نفس الكلام احنا لسه قايلينه، ممكن تبقى البروسيس سبونتينيوس عندك لكن ممكن ما تحصلش اصلا، مش فاست ده، ممكن كمان ايه يعني الريت بتاعها يبقى نون سنسبل، يعني نون سنسبل، ما تقدرش تشعر باي تشينج بيحصل عندك، لان زي ما قلت ان التشينج دوت يعني ريكوايرز ييرز عشان ان هو ايه ان هو يحصل قدامك كويس. زي ايه مثلا على سبيل المثال الجرافايت والدايموند، دول عباره عن تو يعني فيسز من او تو فورمز من الكربون. الدايموند اللي هو الماس دوت، ها اللي ناس ممكن تعمل منه المجوهرات والحاجات ديت. التشينج من الدايموند الى الجرافايت ده سبونتينيوس، ها الدلتا جي بتاعته نيجاتيف. طيب هل ده معناه ان يعني الدايموند يتحول الى جرافايت؟ يعني الواحد لو لابس مثلا لو يعني واحده لابسه خاتم مثلا ماس تفاجئ ان هو بقى جرافايت اللي هو يعني ببلاش اولموست، او يعني فرق السعر من السماء للارض يعني، ها لا بيقول لك كينيتكس في بارير كبير جدا يمنع الايه يمنع التفاعل دوت ات روم تمبريتشر، الرياكشن ده فيري فيري سلو اولموست نون ديتكتبل كويس. فبالتالي الكينيتيكالي التفاعل دوت مش هيتم كويس. ايه تاني عندي مثال مثلا السنسز بتاع الووتر. هل انت عمرك سمعت ان في حد بيعمل سنسز للووتر مع ان الرياكشن دوت سبونتينيوس، ها ثيرموداينامكالي سبونتينيوس، لكن برضو التفاعل دوت فيري سلو ات روم تمبريتشر فيبقى نون ديتكتبل. عندي ايه تاني؟ السنسز بتاع الامونيا الدلتا جي بتاعتها نيجاتيف، لكن التفاعل دوت ريكوايرز برضو ايه هاي تمبريتشر ووجود ايرون اوكسيد ككاتاليست عشان ايه عشان يتم. احد الامثله برضو الهامه جدا ان يعني تيجي تغسل ايدك بالصابون، الطبيعي ان كان الجلد دوت يحصل له ايه يحصل له ديسوليوشن الجلد، ها لان الثيرموداينامكالي يعني فيفربل كويس، لكن كينيتيكالي از نوت فيفربل. كينيتيكالي از نوت فيفربل، يور سكن وانتس تو ديزولف ان سوب وين ات از واشد، لكن طبعا الكلام دوت ايه ما بيتمش. ودي بعض البروفايلز بتاعت الانرجي بروفايلز على الشمال دوت ده الاكس ثيرميك رياكشن. لاحظ ان انا عندي ايه الواي اكسس هنا البوتنشال انرجي بقى مش الفري انرجي، فبالتالي التشنج اللي هيحصل عندي دوت يعني بروب الانرجي اللي هتبقى ريليزد من السيستم، عكس الكلام دوت لو بتكلم على اندوثيرميك رياكشن والديفرنس في الانرجي اللي موجود عندي هنا هيبقى بروبنج الانرجي ابسوربد باي ذا سيستم، لان ديت بوتنشال انرجي كويس. ف
هل ممكن اجيب لك ديجرام زي ده واقول لك ده سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس؟ لا ملوش علاقه، دي بوتنشال انرجي، يعني تتكلم على البوتنشال انرجي الموجوده في الرياكتنتس والبرودكتس، الكومبوزيشن بتاعهم اختلف فبالتالي البوتنشال انرجي بتاعتهم ايه؟ اختلفت. طب الفرق ما بينهم دوت طلع ايه؟ طلع في صوره هيت، لان هو مثبت الايه، لا في ورك هيحصل ولا اي حاجه زي كده، فبالتالي اللي هيحصل دوت هيبقى بيزيكلي يعني ايه، في صوره ايه؟ في صوره هيت. ها الرياكشن هيبقى اكسوثيرميك او اندوثيرميك. طيب يا شباب، بعض الرياكشنز زي ما اتفقنا ان هي ممكن تبقى يعني تبقى ثيرموداينامكلي كنترولد او تبقى كينيتيكالي كنترولد. عندي بعض الرياكشنز ممكن يبقى ليها تو ديفرنت برودكتس، يعني تبقى بارل رياكشنز، رياكتنت ممكن يديني رياكتنت A ممكن يديني B، وباث واي تاني ممكن ال A ديت تديني C مثلا، او اي رياكتنت يديني مره A ومره يديني B زي ما احنا شايفين قدامنا دوت كده. كويس، فور ذا سيم رياكشن اند ذا رياكشن كونديشنز اللي هي التمبريتشر والبريشر والسولفنت دوت ممكن ان هو يأثر في السلكتيفيتي، اي ان هو انهي برودكت اللي ممكن يطلع معايا. كويس، احيانا ممكن تلاحظ ان مثلا ان احد الرياكشنز ديت فاستر عن التاني. يعني ايه فاستر؟ يعني البارير او الكينيتيك انرجي بتاعته هتبقى اقل. يعني لو A فاستر عن البي ده معناه الاكتيفيشن انرجي بتاعت الاي اقل من الايه، من البي. لكن ممكن تفاجئ ان التشينج اللي يحصل في الفري انرجي بتاعت البي هتبقى اعلى من الـ او دلتا جي بتاعتها مور نيجاتيف عن الاي، عن اللي هيحصل في حاله الاي البرودكت اي. كويس، في الحاله ديت هيبقى البرودكت اللي هيطلع هيبقى ثيرموداينامكلي مور ستيبل اللي هو بتاع الباث واي بي دوت. كويس، في الحاله ديت بقول ان الرياكشن دوت هيبقى برودكت بي ده هيبقى مور ثيرموداينامكلي ستيبل، لكن هيبقى برودكت اي دوت هيبقى مور كينيتيكالي فيفربل. دي كومبيتنج باثويز في نفس لنفس الرياكتنت. ف وده الدايجرام اللي ممكن يوصف الكلام ده. لو انا عندي ستارتنج ماتيريال، عندي انرجي معينه هنا، دي ستارتنج ماتيريال. كويس، فممكن ان هي بباثوي معين ممكن تديني، يعني ده الباثوي ممكن تديني البرودكت الموجود دوت. ها وممكن ان هي تديني هنفترض ان دوت هو الاي مثلا. كويس، وممكن بباث واي تاني ممكن تديني برودكت اخر اللي هو البي دوت. تلاحظ ايه؟ عايز يعني اركز هنا دلوقتي، الاكتيفيشن انرجي اللي موجوده عندي هي تعتبر الماكسيمم بيريود اللي موجود لرياكشن عشان ان هو ايه يتم معايا. يعني لو انا باصص للبرودكت بي دوت، فين الاكتيفيشن انرجي؟ الاكتيفيشن انرجي هي الفرق من هنا من الانرجي بتاعت الرياكتنت الى الترانزيشن ستيت اللي هتحصل. طب بتقول لي مثلا ايه، ممكن يبقى فيه كذا يعني باث، ممكن يكون فيه كذا ستيب جوه التفاعل، وكل ستيب ممكن يبقى لها الاكتيفيشن انرجي. في الحاله ديت الاكتيفيشن انرجي هتبقى الماكسيمم اكتيفيشن انرجي، هي ديت بتاعت التفاعل. يعني اخد اعلى واحده في الستيبس الموجوده دي كلها واقول هي ديت الاكتيفيشن انرجي بتاعت الايه، بتاعت التفاعل. كويس، يعني على سبيل المثال مثلا هاجي اقول البرودكت بي ده اللي هو الاحمر دوت، ها فين الاكتيفيشن انرجي؟ هو مر بترانزيشن ستيت، بعد كده جه اداني انترميديت، بعد كده طلع تاني ترانزيشن ستيت ثانيه، وبعد كده اداني البرودكت. كويس، طيب فين الاكتيفيشن انرجيز الموجوده؟ فيرست ستيب من هنا للترانزيشن ستيت دي تمثل اكتيفيشن انرجي. طيب سكند اكتيفيشن انرجي من الانترميديت من الليفل دوت الى البوزيشن الموجود اللي هو السكند اللي هو الترانزيشن ستيت الثاني دوت. يبقى انا عندي دلوقتي تو اكتيفيشن انرجي موجودين جوه التفاعل، لكن لو انت قست طبعا الاولانيه مع الثانيه ديت هتلاقي ان الاولانيه ديت اكبر بكتير، فبالتالي ديت هتبقى الاكتيفيشن انرجي بتاعت التفاعل. كويس، لان هي almost يعني البارير the highest barrier اللي موجود عندي اللي هو لو يعني لو عداه فكل الامور الاخرى هتبقى ايه، سهله بالنسبه له، البرودكت هيتكون معايا. واحنا دايما بنيجي نقول ايه، يعني دايما تيجي تدرس رياكشن ميكانيزم بتدور على السلوست ستيب او اللي هي ليها البارير الاعلى، الاكتيفيشن انرجي الاعلى بتاعها. كويس،
طيب لو انت جيت بصيت بقى على الدلتا جي بتاعت الباسوي اللي هو على اليمين دوت، هتلاقي ان الدلتا جي نوت ديت هتلاقي اعلى من الدلتا جي الثاني، فبالتالي التشنج اللي حصل هنا في الفري انرجي اعلى على البرودكت اللي هو بي اللي هو الاحمر دوت، فبالتالي المركب دوت هيبقى ثيرموداينامك برودكت، هنسميه ثيرموداينامك فيفربل برودكت. كويس. اما البرودكت الثاني دوت اللي هو ليه لوور تشنج في الفري انرجي واللي هو ليه اللوست تشينج في الفري انرجي في الاكتيفيشن انرجي، ده هسميه كينيتيك برودكت او كينيتيكالي فيفربل برودكت. كويس. عايز اقول ان الثيرموداينامكس لو حكمت على تفاعل ان هو يبقى سبونتينيوس، الكينيتكس هي اللي تقول بقى هيمشي ولا، لكن لو الثيرموداينامكس حكمت على رياكشن ان هو نان سبونتينيوس يعني دلتا جي بتاعته بوزيتيف في حاله كونستنت بريشر وتمبريتشر، ده معناها ان هو مش هيتم اطلاقا، الكينيتكس مش هتقدر انها تتدخل عشان ايه، عشان تحل تخلي التفاعل دوت ايه تخليه سبونتينيوس. كويس. لكن طبعا تقدر تتغلب عليه من ناحيه الانرجي، يعني تو اوفر كم انرجي اعلى من البارير، فيبدا ان هو ايه ان هو يبدا ان هو ايه يتكون، زي مثلا زي الووتر سبليتنج مثلا، ان احنا قلنا التكوين بتاع الميه سبونتينيوس، لكن عكسه اللي هو السبليتنج بتاع الووتر نون سبونتينيوس. طب هل احنا ما بنقدرش نعمل ووتر سبليتنج مثلا؟ لا نقدر نعمل، بس نحتاج تو اوفر كام انرجي اعلى من البارير اللي موجود اللي هو دلتا جي دوت، عشان يعني محتاج انرجي للتفاعل عشان تتغلب على الدرايفنج فورس للنون سبونتينيتي دوت اللي موجود. كويس. ده يعني ممكن نفس البروفايل اللي فات دوت يظهر قدامي بالشكل اللي قدامي ده، انا احط التوري عندي سيم رياكتنت بيروح بديفرنت ميكانيزم الى تو برودكتس، واحد برودكت ايه اللي هو بيبقى ثيرموداينامكالي ليس فيفربل، لكنه الاكتيفيشن انرجي بتاعته زي ما انت شايف كده ايه اقل، فبالتالي هو كينيتيكالي فيفربل لكنه ثيرموداينامكالي ان فيفربل. ها عكس الكلام دوت هيبقى ايه برودكت بي اللي موجود قدامي. يعني دراسات الكينيتكس او الاكشن كينيتكس ديت دايما تهتم بايه، يعني عباره عن كوانتيتيف ستاديز. يعني ليه كوانتيتيف؟ لانها تهتم بال يعني بالميجرنج الماسز او النمبر اوف مودز او الكونسنتريشنز، ها مش الايدنتيتي بتاعت ال ما بتعملش كواليتيف اناليسيس زي ما انت خدت في سنه اولى عايز تعرف هنا في مثلا كربون دايوكسيد، لا هو عارف ان في كربون دايوكسيد بس عايز يعرف الفوليوم بتاعه قد ايه، التركيز بتاعه قد ايه، هو دوت الكونسيرن بتاع الكينيتكس انفستيجيشن، عايز يعرف الريت بتاع التغير اللي موجود في الرياكشنز معين، وعايز يعرف الرياكشن ميكانيزم. كويس. فيعني التارجتس بتاعت الرياكشن كينيتكس هو عباره عن الديسكريبشن بتاع البيهيفير بتاع الرياكتنج سيستمز دوت، ها in terms of macroscopically observable quantities، عايز يعني macroscopically يعني ايه، يعني بيتكلم على system overall، مثلا pressure مثلا بتاع system بيحط له pressure gauge عشان يعرف ال pressure بتاع system as a whole، مش محتاج ان هو يعرف ال pressure بتاع ال individual atoms او ال constituents اللي موجودة، ها او ايه العلاقه ما بين الاتومز وبعضيها والاستراكشر وعلاقه ده بالاستراكشر الموجود، الفيري فاين ديتيلز ديت بنسميها المايكروسكوبيكال يعني بروبرتيز. لكن لما اجي اتكلم على سيستم از هول من ناحيه المايكروسكوبيك يعني تشينج، ها فبتكلم على سيستم على بعضه كده اوفرول، ها نظره علويه تمبريتشر بتاع السيستم، بريشر بتاع السيستم، كومبوزيشن بتاع السيستم، ها الرينولدز نمبر دوت اللي هو بيأساين الديفرنت تايبس اوف فلو جوه فلوينج سيستم سواء كان لامينر او تيربولنت، وجماعه الانجينيرنج يهتموا قوي بالفانكشنز اللي موجوده اللي هي رينولدز نمبر دي. ف دي الرياكشن كينيتكس تهتم بايه، وعموما الدراسه بتاعت الكينيتكس دي بتتم في احد التو صور التو يعني سيناريوز اللي موجوده قدامي ديت، اما ان هي تحصل في باتش رياكتور، في الحاله ديت بيشوف هو التغير بتاع الكيميكال كومبوزيشنز مع التايم، ها في باتش رياكتور اللي هو يعتبر بالنسبه لي كلوز سيستم، يعني ما فيش فيه اي علاقه بالفلو،
يعني non flowing system. batch reactor دوت هو non flowing systems, ها يعني ما فيش اي flow بيحصل, مش continuous flow زي ما بيحصل مثلا في reactor, زي مثلا الهيتر الالكتريكال هيتر اللي موجود في البيت مثلا, سخان الكهرباء, ها في ميه داخله له بارده وبتخش جوه السيستم اللي هو الرياكتور اللي عندك, وفي ميه سخنه بتطلع, فبالتالي ده في فلو سيستم عندي دوت اقدر اقول عليه ان هو اوبن سيستم. اما حاجه مغلقه كيميكال اكشن جوه بيكر مثلا دوت بسميه باتش رياكتور. بسميه ايه؟ باتش هي عباره عن كلوز سيستم فور ويتش تايم از ذا اونلي اندبندنت فاريبل, ها يعني الديستانس ما تفرقش معايا, او الفلو الشكل بتاعه البوزيشن مش فارق معايا. او النوع الثاني من السيستم زي اللي بسميها الكونتينوس فلو رياكتور او الاوبن سيستمز ديت, في الحاله ديت بيشوف التغير بتاع الكومبوزيشن مع الايه, مع البوزيشن, يعني الميه مكانها فين, فبالتالي السخونيه بتاعتها هتبقى شكلها عامل ازاي. دي اربع يعني حوالي خمس حاجات تقريبا تهتم بيهم الكينيتيك انفستيجيشن, يعني تعيين البرودكت والانترميديت, التركيزات بتاعتهم مع التايم شكلها عامل ازاي, الميثودز المعينه اللي انت ممكن تشوفها عشان تتتبع الريت او تشوف البروجرس بتاع الريت ده, والكينيتيك اناليسيس والميكانيزم ديترمينيشن. طيب قبل ما نبدا بقى يعني كلام في كينيتكس ان ديتيل, بس اتكلم على الكونسبت اوف ستوكيومتري. يعني ايه ستوكيومتري؟ كلمه ستوكيومتري دايما لما اجي اتكلم على ايكويشن يا شباب بتكلم على بالانسد ايكويشن. خلاص دلوقتي يعني اي ايكويشن لازم تتكلم عليها لابد انها تكون بالانسد عشان احقق اللو اوف ماس اكشن دوت, ان الماس بتاعت الرياكتنس بتساوي الماس بتاعت البرودكتس الموجوده عندي دي. طيب يا شباب لو انا عندي ايكويشن زي اللي قدامي دي, كابيتال A بلس كابيتال B بيديني كابيتال R بلس كابيتال S, كويس؟ ديت الكابيتال الليترز ديت دي ريبريزنت الكيميكال سبيشيز اللي موجوده, يعني كربون دايكسايد HCl وات ايفر اللي موجود. امال ايه السمول ليترز اللي موجوده؟ السمول ليترز ديت بسميها الستوكيوماتيك كوفيشن اللي احتجت ان انا اضيفها عشان اعمل بالانسنج للايكويشن دي, واضح؟ طيب يعني الكيميكال انجينيرز بيبصوا للكيميكال رياكشن دي على انها يعني ريجولار ايكويشن زي اي ايه, زي حاجه. لو انت بتتكلم على ماس بالانس او بتتكلم على اللو اوف ماس اكشن, ده معناها ان الاوفرول تشينج اللي هيحصل عندك في الماس بيساوي زيرو, فتقدر ان انت تحط الايكويشن في الشكل اللي قدامي ده, ماينس اي سمول اي كابيتال وهكذا بيساوي ايه, بيساوي زيرو, كويس. الماينس دي انديكيشن لايه هنا؟ معناها ان الرياكتنتس ها الماس بتاعته او الكونسنتريشن بتاعه مع التايم بيقل لان هو في الرياكتنت, فبتحول الى برودكت بيقل معايا, فحطه قدامه ماينس كانديكيشن للكونسامشن بتاع الرياكتنت ده. اما البرودكت حطه قدامها بلس لانها ايه, لانها از يعني ديفلوبينج, كويس. فبالتالي حطه قدامها بلس لانها بتزداد كميتها مع الايه, مع التايم. طيب ده معناه ان هو يقدر ان هو يشيل النيجاتيف ساين اللي موجوده ديت مع الستوكيوماتيك كوفيشنت دوت ويسميها فانكشن جديده اللي هي نيو اللي قدامي ديت, اللي هيسميها بقى ايه, الستوكيوماتيك نمبر. بدل ما احنا حاطين ماينس ماينس كده في الايكويشنز, لا ده انا هحط ايه, هحط فاليو هعمل يعني ديفلوبمنت لعدد جديد اللي هو سميته نيو اللي هسميه ستوكيوماتيك نمبر دوت, والنمبر دوت في حاله الرياكتنت يبقى هو واخد نيجاتيف ساين, وفي حاله البرودكت بيبقى واخد ايه, واخد بوزيتيف ساين, كويس. النمبر دوت اللي هو انا قلت سميته ايه, نيو او الاستوكيوماتيك نمبر, بيقول لي which equal numerically الاستوكيوماتيك كوفيشنت, يعني عدديا هو نفسه الاستوكيوماتيك كوفيشنت, لكن بيبقى ليه نيجاتيف ساين في حاله الرياكتنس وبوزيتيف ساين في حاله البرودكتس. الايكويشن ديت اقدر ان انا احولها ببساطه جدا للفورم اللي قدامي ده, السميشن اوفر من اي بيساوي 1 الى اي للنيو في الاي اي بيساوي 0, كويس. يعني التغير اللي هيحصل في الماس في الايكويشن دي كلها بيساوي ايه, بيساوي 0. طيب هو يقدر يطبق الكلام دوت لو حد يحسب الاستوكيوماتيك نمبر والكوفيشنتس الايكويشن دي بتاع سينسز اوف امونيا ديت, سهل جدا ببساطه, ادي الاستوكيوماتيك كوفيشنتس وادي الاستوكيوماتيك نمبرز في الايكويشن. الاستوكيوماتيك نمبرز زي ما احنا ملاحظين انها تعتمد على كون الكيميكال سبيشيز دي رياكتنس ولا برودكتس, لو هي رياكتنس هتاخد نيجاتيف ساين, لو هي برودكتس هتاخد بوزيتيف ساين. طيب
ايه الموليكولاريتي بتاعت الرياكشن ده؟ ايه هي الموليكولاريتي؟ ها الموليكولاريتي ديت هي الـ يعني الاقل رقم في اقل يعني عدد في الكيميكال سبيشيز اللي محتاجه اي تفاعل عشان يتم. يعني في تفاعل مثلا بيحتاج الى مولكيول واحد في الرياكتنت، في تفاعل بيحتاج الى اثنين، في تفاعل بيحتاج الى ثلاثه، ماكسيموم يبقوا ثلاثه تقريبا يعني. ها حتى الثلاثه دوت ايه نادر شويه. ليه؟ لان هو معناها ان يعني اثناء التفاعل بيحتاج ان 3 مولكيولز يحصل كوليجن مع بعضيهم يعني ات ذا سيم تايم عشان يديني برودكت معين. لكن نورمالي بيبقى التفاعل دوت ما بين 2 مولكيولز، سواء سيمبل مولكيولز او سواء يعني كومبلكس مولكيولز. كويس. دي ريجولار كيسز بتاعت الرياكشنز اللي بتحصل. فبيقول الموليكولاريتي از ذا نمبر اوف مولكيولز كومينج توجذر تو رياكت ان ان اليمنتري ستيب. الالمنتري ستيب ديت اللي هي يعني خطوه اساسيه ما تقدرش ان انت تكسرها اكتر من كده، ما تقدرش تكسرها. ها هو ده التفاعل الحقيقي، ده الريل رياكشن اللي بيحصل في الخطوه دي. او بيقول النمبر اوف مولكيولز انفولفد ات ذا اكشوال مومنت اوف ا كيميكال ترانسفورميشن. الالمنتري اكشن او سيمبل رياكشن ديسكرايبد باي موليكولاريتي. طيب لو انا عندي تفاعل زي اللي قدامي دوت يوني موليكولار، كويس، اللي هو سايكلو بروبان بتحول الى البروبين اللي قدامي دوت. التفاعل دوت في 1 مولكيول في الرياكتنس اللي موجوده، فبالتالي ده بسميه يوني موليكولار او احيانا بسميه مونو موليكولار. كويس، يا اما يوني موليكولار يا اما مونو موليكولار. التفاعل الثاني اللي هو باي موليكولار اللي هو بقى فيه 2 رياكتنس موجودين عندي، سواء الرياكتنس ديت ذا سيم او مختلفين عن بعض. ها يعني التفاعل دوت يستلزم ان 2 سيميلر مولكيولز من الرياكتنتس يتفاعلوا مع بعض عشان دي البرودكت. ها ده بسميه باي مولكيولر او داي مولكيولر. ها وده لو اختلفت المولكيولز دي مع بعضيها برضو مفيش مشكله، ده هيبقى برضو باي مولكيولر. كويس، وده مثال طبعا اللي هو المثال ايودايد دوت، ده التفاعل بتاعه. في عندي 2 مولكيولز في الرياكتنتس اهو، فبالتالي دوت هسميه ايه؟ هسميه باي مولكيولر. النوع الثالث اللي هو تراي مولكيولر او تير مولكيولر، ذا سيم برضه نفس التسميه، ده اللي هو عندي 3 مولكيولز في الرياكتنتس سواء كانوا مختلفين او سواء كانوا نوع واحد في الاليمنتري ستيب ديت. في الحاله ديت التفاعل دوت هيبقى اسمه تراي مولكيولر او تير مولكيولر. دي بعض الاكزامبلز على الرياكشنز اللي هي بتبقى يوني مولكيولر او باي مولكيولر او تراي مولكيولر. زي ما قلنا ان التراي مولكيولر ديت دي نادره شويه لانها تحتاج ان يحصل simultaneous collisions من 3 molecules to produce one or several products. ازاي بقى ان احنا بنقيس البروجرس بتاع الرياكشن؟ احد الفانكشنز ديت اللي هي بنسميها الرياكشن اكستنت، او قد ايه معدل التفاعل مش لغايه فين معايا، اللي هي بيدوها بقى الرمز دوت اللي هو الزي، اللي هو الجريك لترز ده زي. ها بيقول لي فور اكلوس system where a single chemical reaction is occurring. يعني عندك واحد اهو، ممكن يحصل اكتر من واحد، ممكن يحصل اكتر من واحد. هنشوف دلوقتي ازاي نعبر عن التفاعل دوت. ها يعني ممكن يبقى اكتر من reaction شغالين في نفس السيستم، او ممكن نفس الرياكتنت دوت يبقى involved في different reactions. في the simplest case ان يبقى عندك single chemical reaction شغال. بيقول the change in the number of moles اللي هو الدلتا ان of a chemical species في reactants في products whatever is directly related to its stoichiometric number. بالstoichiometric number مش coefficient، خلي بالك. ها يعني ليه علاقه، يتناسب تناسب طردي مع الstoichiometric number. طيب يبقى الدلتا ان تتناسب مع نيو، او تقدر تقول ان الدلتا ان 2 على دلتا ان 1 بيساوي نيو 2 على نيو 1، او تقول ان دي ان 2 over دي ان 1 بيساوي نيو 2 على نيو 1، او تقدر تقول ان دي ان 1 على نيو 1 بيساوي دي ان 2 على نيو 2 بيساوي دي ان اي اوفر نيو اي ايكوال تو دي زي ايكوال تو دي زي. كويس، يعني لو انت حبيت تعمل انتجريشن للتو تيرمز دولت هتلاحظ ان الزي بتاعتك هتساوي ايه؟ هتساوي الدلتا ان او الان اي ات a given time minus n i at zero time over the stoichiometric number. كويس؟
وديت اللي بسميها الرياكشن اكستنت. الرياكشن اكستنت الرياكشن اكستنت دوت اندبندنت اوف ذا نيتشر اوف ذا يعني الكيميكال سبيشيز. يعني الزي بتاعت اي رياكتنت او بتاعت اي برودكت هتطلع اكزاكتلي ذا سيم. هي واحده واضح. هي انا قلت اهو دي ان 1 اوفر نيو 1 يساوي دي ان 2 اوفر نيو 2 يساوي دي زي. فكلهم بيساوي بعض يعني كلهم ده 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 دي فانكشن يعني بتايدنتيفاي الاكسنت اوف فراكشن. كويس ملهاش علاقه بالكيميكال سبيشيز دوت الموجود دوت شكله ايه شكله عامل ايه. كويس طيب الكلام دوت طبعا يعني اجريز مع اللو اوف ديفينيت بروبورشنز فاليد لكل السبيشيز اللي موجوده عندي زي ما اتفقنا. طيب الفيتشرز بتاعه الزي ديت بيقول لي دي تايم اندبندنت اكستنسيف فاريبل. اكستنسيف يعني ايه؟ يعني ديبندنت على الماس او ديبندنت على الماس. از ميجرد ان مودز دي اليونت بتاعتها. لو انت رجعت شويه لورا كده ها هتشوف الايكويشن بتقول ايه. بتقول ان الزي اللي هي الاكسن اوف رياكشن دي بتساوي ان اي ماينس ان اي نود. يعني في فوق عندي هنا ايه في عندي مولز وتحت ده عباره عن نمبر سكيماتيك نمبر ف زيونتلس يعني ف اوفرول اليونت بتاعه الزي ديت هتساوي ايه هتساوي المول. واضح. ف الزي ديت از يوزفول تو ميجر ذا بروجريس اوف ذا رياكشن از نوت تايد تو اني بارتيكولار سبيشيز. يعني هي مش خاصه بحاجه معينه. طيب لذلك بقول لك يعني تقدر تستخدمها برضو عشان يعني تو يعني to get information على الـ على على الـ change اللي يحصل في species معينة بمعرفة ما حصل في الـ في species أخرى of known change. ها يعني z دي بتساوي إن i minus إن i zero over new i equal to n j minus n j zero over new j. ها فلو أنت عندك المعلومات بتاعة ال i دي كلها اللي هو species i تقدر تعرف اللي هيحصل في سبيشيز جي. لو انت عندك مثلا التركيز بتاعه او النمبر اوف مودز بتاعته عند الايه عند تايم بيساوي زيرو. يعني انت خالط التركيز منه ايه تقدر عند تايم معين تعرف تركيزه المفروض يبقى ايه لو انت عارف الزي وعارف الانفورميشن ل فانكشن تاني. طبعا تقدر تعدل الايكويشن زي بسهوله فتقدر تحسب على الان جي بمعرفه كل البارامترز اللي موجوده عندي دي. طيب لو انت عندك multiple simultaneous reactions احنا قلنا دلوقتي كل الكلام اللي فات ده كان على ايه على one single reaction جوه reactors ها في closed system. لكن لو عندك multiple reactions هنحسب بقى الزي كي لايه للكيث reaction يعني reaction number كي ها وهنبدا نتكلم على new كي اي ها اللي هي new بتاعت السبيشيز اي بس في الرياكشن كي ها التوتال تشينج اللي هيحصل عندي في الرياكشن دوت هيساوي ال ان اي ماينس ان اي نوت هيساوي السمشن بتاعت النيو كي اي في الزي كي لما الكي تتغير من واحد الى ايه الى كي بتساوي اف. طيب الفانكشن الثانيه اللي بيقدروا يستخدموها عشان تو يعني اسس البروجريس اوف الرياكشن بيسموها المولر كونفرجن او المولر فراكشنال كونفرجن اللي هو الاف دوت. كويس عباره عن ايه ديت؟ بيقول لي ديت الاول هي intensive property ها measure progress of fraction is variable مع ال is a variable related ل z اللي هو reaction extent وتعتمد على ال limiting reactant اللي احنا نختاره. ها عاده في ال molar fraction conversion دوت we concerned with the limiting reactant. ليه؟ لانه هو ال 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 controlling reactant للرياكشن. وانس ان هو خلص limiting reactant التفاعل بيتوقف فبالتالي الكميات اللي هتطلع في البرودكتس اللي عندي تعتمد على limiting reactant وكميته اللي موجوده في البدايه في التفاعل. طيب لو عندي كلاس سيستم وسنجل رياكشن برضه بيتم الاف ديت بتحسب ازاي؟ ها بتحسب معايا ال ان اي نود 0 ماينس ان اي اوفر ان اي 0 فبالتالي اليونت بتاعتها تلاحظ ان هي ايه؟ يونت ليس. دي لازم نعرف الكلام ده يونت ليس تساوي 1 ماينس ان اي على ان اي نود. كويس؟ طيب لو انت بتتكلم على ليمتنج رياكتنت خلاص بدل
السبيشيز اي ديت اصبح ايه سبيشيز اللي هو الليميتنج اللي موجود عندي، وطبق نفس الكلام دوت بالنسبه له، وديت اللي هي الان اي الان الليميتنج هتساوي تركيز الليميتنج يعني رياكتنت كويس عند تايم معين هيساوي تركيز الليميتنج رياكتنت دوت انيشيالي اللي انت خلطه بلس الايه الاستوكيوماتريك نمبر بتاع الليميتنج رياكتنت في الزي اللي هي الرياكشن اكسن فاكتور. يعني في علاقه ما بين الرياكشن اكسن دوت والاف، في علاقه ما بين الرياكشن اكسن والايه والاف. والعلاقه اهي لو احنا بنتكلم على ريفرسبل رياكشن، فرياكشن اكسن بيساوي ايه ماينس اف ان ليميتنج ات تايم بيساوي زيرو اللي هو الانيشال كونسنتريشن او الانيشال نمبر اوف مولز بتاعت الليميتنج رياكتنت على الليميتنج على الستوكيوماتريك نمبر بتاع الليميتنج رياكتنت كويس. ولو انت بتتكلم على ريفرسبل رياكشنز بحط الاي ديت كسبسكريبت مع الاف ومع الزي كانديكيشن ان في عندك ايكوليبريم، كانديكيشن ان في عندك ايه ايكوليبريم. طيب لو انت عايز تعين بقى الماكسيمم اكسنت في اي رياكشن موجود سواء ريفرسبل او ايرفرسبل، لو عايز تعين الماكسيمم اكسنت طبعا بالنسبه للليميتنج رياكتنت بتفترض ان الكونفرجن اللي موجود عندي دوت بيساوي ايه بيساوي واحد. يعني حصل ايه ان خلاص النمبر اوف مولز بتاعت الليميتنج رياكتنت اصبحت تساوي النمبر اوف مولز اللي هي الانيشيالي اللي انت ضايفها بتاعت الليميتنج رياكتنت، فبالتالي الفراكشن دوت هيساوي ايه هيساوي واحد. عايز بس ارجع يعني بسرعه كده على الايكويشن اللي فاتت. لو انا بتكلم على الليميتنج رياكتنت في ايكويشن زي اللي قدامي ديت يا شباب، ها ال ان اي ديت لو التفاعل لو حصل يعني الاف مساوي 1 ال ان اي ديت هتساوي 0. ال ان اي يعني النمبر اوف مولز بتاعت الرياكتنس هيكون خلص خلاص، كل الليميتنج رياكتنس هيساوي هيكون خلص معايا، فبالتالي ال ان اي 0 على ان اي 0 بيساوي 1، فالفراكشن دوت هيبقى بيساوي عندي ايه بيساوي 0. لذلك بتكلم ان لو الاف ديت بتساوي 1 هتبقى ده معناها ان ايه ان التفاعل خلص وان ده الماكسيمم كونفرجن حصل بالنسبه لي. لذلك انا افترضت هنا عندي قلت ايه ان هو في الحاله ديت الاف هتساوي ايه هتساوي 1. طيب فور ريفرسبل رياكشنز بيقول لي الماكسيمم رياكشن اكسترن دوت از ليميتد باي ذا بوزيشن اوف ذا ايكوليبريم، على حسب البوزيشن بتاع الايكوليبريم ده موجود فين، فبالتالي الايه الاكسترن دوت هيبقى ايه متحدد بالشكل اللي قدامي دوت. بيقول لي عاده يعني دايما بيبقى الزي بتاعت الايكوليبريم رياكشنز تبقى اقل من الايرفيرسبل. ليه؟ لان الايرفيرسبل بيبقى ماشي في اتجاه واحد فقط كويس، فبالتالي الكونفرجن بتاعه او الاكسن بتاع الرياكشن بتاعه بيبقى اعلى من الريفيرسبل كويس. طيب هو دايما اعلى منه، بس احيانا بتكون التو فاليوز دولت قريبين من بعض. يعني قريبين من بعض يعني الزي اي ديت ما هياش اقل بكتير قوي، اقل بحاجه بسيطه بس. ها في الحاله ديت بقول ايه بفترض بقول ان في عندي حصل ايه حصل ان الفورميشن اوف برودكتس از فيفورد اند اونلي ان اكستريملي سمول كوانتيتي اوف ذا ليميتنج ايجنتس ريمينز ان ذا سيستم ات ايكوليبريم. ففي الحاله ديت هقول ان الرياكشن دوت از اولموست ايرفيرسبل. واضح؟ بيقول in many cases ZE ديت is approximately equal to E maximum، يعني بتبقى يعني قريبة منها جدا وبتساوي تقريبا بتساوي E maximum اللي هو الـ irreversible ده. في الحالة ديت ان يعني almost التفاعل ماشي to completion، ها لان هو يكتمل وكمية قليلة جدا من الرياكتنس اللي ممكن تكون موجودة متبقية عندي. في الحالة دي بفترض او بقول يعني تقريبا التفاعل دوت irreversible. لكن لو في جاب كبيره ما بين الزي اي وما بين الزي ماكسيمم irreversible دوت، لا ده لو في ديفرنس طبعا اكيد الزي اي ديت هتبقى اقل بكتير جدا. واضح؟ في الحاله ديت بقول ان التفاعل دوت يعني بنعمله كلاسيفيكيشن على ان هو ايه irreversible
reaction. طيب في compositions في الكيميكال reactors. يعني في composition انت بتعمل reaction بتحضر مثلا say مثلا صوديوم كلورايد مثلا بتخلط HCl مع صوديوم هيدروكسيد عشان يديني صوديوم كلورايد بلس الميه بتحضر صوديوم كلورايد الرياكشن ده 1 تو 1 ها. طيب اما اجي انا في يعني رياكتور عندي وعايز احضر صوديوم كلورايد تقدر ان انت تخلط من البدايه ان الاستوكيومتري دي احافظ عليها وانا بخلط يعني لو ده 1 تو 1 هخلط 1 تو 1 في الحاله ديت الفيد دوت بسميه ايه بسميه stoichiometric feeds اللي هو عبارة عن ايه ان الريشيو بتاع stoichiometric coefficients في الرياكتنس is equal to the ratio between the amount of moles or molar ratio of initial concentrations of a of reactants. طيب افرض انت خلط في رياكشن زي ال HCl والصوديوم هيدروكسيد ده 1 مول مع 2 مول في الحالة دي يبقى non-stoichiometric feeds. طيب لو انت عندك رياكشن تاني زي مثلا ان هو 1 to 2 يعني بتخلط واحد مول من رياكتنت A مع 2 مولز من رياكتنت B وجيت انت يعني ده الاستوكيومتري ان هو 1 الى 2 وجيت انت وانت خالط بدل ما 1 الى 2 خلطت 1 الى 1 ها دوت هيبقى ديفينتلي نون استوكيومتريك وهيبقى كمان ايه هيبقى اسمه ايكويمولر ان انت سيم اماونت اوف رياكتنتس ار يوز at the beginning of the reaction. دي different types من الفيدز اللي ممكن تستخدمها عندك في رياكتور سواء كان باتش رياكتور او continuous flow system. limiting reactant طبعا درسنا عنه كتير في year 1 هو عبارة عن chemical species اللي بيحصل له consumption before all other reactants اللي موجودين وهو دوت اللي بيبقى ليه lost value of maximum reaction xm lost value ليه lost value لان هو هيخلص في الاول كويس فال xm بتاعته هتبقى الماكسيمم بتاعته خلص خلاص هتوقف ومش هي مش هيكمل لا ولا اي سبيشيز ثانيه هتكمل بعد ما الليميتنج رياكتنت دوت يخلص فدي احد الفيتشرز ان هو ليه lost maximum reaction يعني انت حسبت الماكسيمم رياكشن اكشن ديفرنت رياكتنتس ها وحبيت تعرف مين هو الليميتنج رياكتنت اللي ليه لوست فاليو هو دوت اللي هيبقى الايه هيبقى الليميتنج رياكتنت طيب بيقول لي الرياكشنز اللي هي بتوين تو اور مور كومبوننتس ويز ستوكيومتريك فيد كومبوزيشنز اني اوف ذا رياكشن كان بي ليميتنج لو هو الستوكيومتريك فيد ده في حاله الستوكيومتريك فيد اي رياكتنت ممكن يبقى ليميتنج لان كلهم هيخلصوا مع بعض هناخد example دوت بيقول لي ايه determine the limiting reactant if in the following reaction 5 moles of serine bromide اللي هو A بيتفاعل مع 2 moles من البوتاسيوم ايودايد اللي هو البي دوت حصل لهم feeding في reactor بشكل والايكويشن طبعا make sure ان اي equation تبقى balanced قبل ما تبدا تتكلم على اي شيء طيب حبيت اعرف مين فيهم الليمتنج رياكتنت طبعا الايكويشن دي شبيهه جدا ان انت كانك بتقول ان في عندي رياكتنت A بتفاعل مع 3 مولز من رياكتنت B عشان يديني برودكت R و2 مولز من الS بلس 1 مول من برودكت T ابدا احط الايكويشن بتاعتك وعايزين نحسب الماكسيمم اكسنت اوف رياكشن في الحاله ديت هتبقى الF بالنسبه لي بتساوي ايه بتساوي 1 ها ومحتاج ان انا اعرف النمبر اوف مولز بتاعت كل رياكتنت موجوده اللي هي حصل لها ميكسنج او فيدد فيد الى الايه الى الرياكتور يعني في البدايه اللي هي المخلوطه اللي هي ال 5 مولز والايه وال 2 مولز اللي موجودين وطبعا الستوكيومتريك نمبر فسهل جدا ان انت تعرف ليه التو رياكتنتس دول الرياكتنت الاولاني اللي هو عباره عن الاثيرين برومايد دوت نمبر اوف مولز انيشيالي كانت 5 مول الستوكيومتريك نمبر كان ماينس 1 فبالتالي الزي ماكسيمم بتاعته هتساوي 5 الرياكتنت الثاني هتحسب هتلاقي ان الزي ماكسيمم بتاعه بتساوي 2 على 3 مين اقل فيهم اللي هو الرياكتنت بي دوت في الحاله الرياكتنت بي هو هيبقى الليمتنج رياكتنت بالنسبه لك طبعا انت درست في سنه اولى ديفرنت ميثودز عشان تعين الليمتنج رياكتنت دوت يو كان ابلاي اني اوف ذيم لكن لو انا يعني بربط الكلام دوت بالاكسن اوف رياكشن او الماكسيمم اكسن اوف رياكشن في الحالة ديت هتبقى الأمور سهلة جدا وبسيطة باستخدام الاستوكيومتريك إيه نمبر فده فايدة كبيرة جدا إن أنت تتعرف على الاستوكيومتريك نمبر وهنشوف ليه أهمية كتيرة أوي في دراسة الكينيتكس قدام إن شاء الله. طيب
لو انت عندك سوبرمنتال داتا وعايز انت تعملها اناليسس بقى وتشوف الكينيتكس بتاع التفاعل دوت والمعدل بتاع التفاعل وهكذا. هنبدا ناخد مثال مشهور جدا اللي هو عباره عن الديكومبوزيشن بتاع النيتروجين دايوكسيد عن 300 درجه سيلسيوس عشان يديني النيتريك اوكسيد اللي هو ال NO والاكسجين. طبعا الابز بتاع الرياكشن ده بيستخدم في السينسيس بتاع ال NO2 كويس at room temperature بيحصل يعني، لكن عن 300 درجه ال NO2 بيكسر ويديني ال NO وال O2. ال NO2 دوت ريدش براون ودوت ال NO دوت اللون بتاعه كولابس. طيب هو هيديني داتا دلوقتي للتفاعل دوت مع التايم وهيشوف هو خالط ايه. دايما في الكينيتك داتا لازم اعرف انا خالط ايه في الرياكتور اللي موجود عندي. لو جاء اعمل رياكشن، هتفتكر لو انا ضفت NO2 فقط الكينيتكس بتاعت التفاعل تكون ذا سيم زي ما لو انا خلطت NO2 مع NO مثلا، او لو خلطت ال NO2 مع NO مع O2 بديفرنت بروبورشن؟ ها كل الكلام دوت يفرق معايا. لازم ابقى انا عارف انا الرياكشن مين اللي موجود، رياكتنتس وبرودكتس، ومين اتخلط عندي في البدايه، مين اللي كان موجود ومين اللي ما كانش موجود. كويس، كل دوت هيديني معلومات لازم ان انا افهمها عندي في الايكويشن في البريدكشن بتاع البروجريس بتاع التفاعل اللي موجود عندي. طيب ديت يا شباب الداتا اللي موجوده قدامنا بالنسبه للتفاعل بتاع الديكومبوزيشن للنيتروجين دايوكسيد. دي كينيتيك داتا اللي موجوده قدامي، ان يعني تتبع مع التايم التركيزات بتاعه ال NO2 وال NO وال O2. كويس، ف initially at the beginning كان التركيز بتاع ال NO2 عباره عن 0.01، وكان ال التركيز بتاع ال NO وال O2 كان بيساوي 0، يعني ما خلطش حاجه initially للنيتريك اوكسيد ولا للاكسجين. كويس، ال NO2. طيب عند 50 سكند من الرياكشن لاحظ ان حصل ايه، حصل تشينج من في التركيز بتاع NO2 من 0.01 الى 0.0079. كويس، يعني حصل تشينج تقريبا حوالي 21 من 10000 ها في التركيز بتاع ال NO2. الاحظ قصاده ان نفس التركيز دوت اللي هو ال 21 دوت 12000 دوت هو نفس التركيز بتاع ال NO اللي حصل له برودكشن، يعني الكونسومشن اللي حصلت من هنا اكزاكتلي ذا سيم حصل لها ايه، حصل لها برودكشن في ال NO. ها، والاحظ كمان ان تقريبا نص ال 21 ديت اللي هي تقريبا 11 من 10000 ديت حصل لها برودكشن لل O2، يعني بايه بنصف القيمه اللي هي طلعت بتاعه ال NO ديت حصلت لل O2. ده طبعا لازم يلفت نظري لان التفاعل دوت بيبقى ستوكيومتريك يا شباب، زي ما انت شايف كده على قد ما يقل من ال NO2 على قد ما ينتج عندي من ال NO، على قد ما نص الفاليو ديت هتنتج من الايه من الاكسجين. الكلام دوت لازم ان انا اشوفه هنا في الكينيتك داتا دوت، والكينيتك دي لازم تبقى كونسيستنت مع بعضيها. ها، الداتا دي لازم تكون ايه كونسيستنت، يعني انا لو جيت بصيت مثلا لقيت ان ايه نفس الكميه طالعه من الاكسجين، ها لا ده في عندي مشكله، الداتا دي مش مظبوطه. ها، لان الكونسومشن والبرودكشن عندي في الرياكشنز لابد ان هو يمشي تبع القانون بتاع الاستوكيومتري. القانون بتاع الاستوكيومتري كل 2 مولز من هنا بيتفاعلوا يديني 2 مول زائد 1 مول، يعني لو اي كميه من هنا نقصت نفس الكميه ديت هتنتج هنا لل NO ونص الكميه ديت هينتج بالنسبه لايه للاكسجين. لو انت تبعت اوفر ذا تايم بالشكل دوت هتلاقي ان الداتا ماشيه كده ايه كونسيستنت، دايما اللي ينقص من ال NO2 ينتج زيه بالظبط في ال NO ونصه ينتج بالنسبه للايه لل O2. طيب يا شباب الاحظ تاني كمان عندي ايه، لو انا حبيت اشوف التغير اللي بيحصل في التركيز مع التايم، هل هو ذا سيم؟ يعني عند 50 سكند قال لي هنا 21% او حصل برودكشن ل 21 من 10000. ها، هل بعد كمان 50 سكند يعني عند 100 سكند ها يحصل الضعف؟ لا، مش الضعف اللي حصل، اقل. ده معناها ان الريت بتاع التفاعل قل مع التايم،
ودي فيتشر لازم تبقى انت عارفها كويس قوي، ان الريت اوف رياكشن دايما بيقل مع التايم. ها طبعا انا ما بتكلم على الريت اوف رياكشن، بتكلم على الريت اوف كونسامشن بتاع الان او 2 او الريت اوف برودكشن بتاع الان او او الريت اوف برودكشن بتاع الاو 2، فهو ريت واحد للتفاعل كويس. الريت دوت دايما يقل معايا مع التايم. ليه بيقل؟ لان تركيز المتفاعلات بتقل. تركيز المتفاعلات ايه؟ بتقل مع التايم. مش بيحصل كونسامشن هنا لان او 2؟ اه بيحصل كونسامشن، فبيقل تركيزها، والريت يتناسب مع التركيز بتاع الرياكتنس. الريت يتناسب مع التركيز بتاع الايه؟ بتاع الرياكتنس، سواء كان مثلا ايه لباور بيساوي 0، سواء مرفوع لباور بيساوي 0، سواء لباور بيساوي 1 بيساوي 2 3 وات ايفر. المهم ان الرياكشن ريت يعتمد على التركيز بتاع الايه؟ بتاع الرياكتنس ده. كل ما التركيز ده يقل كل ما الريت هو كمان ايه يقل، لان النمبر اوف مولكيولز اللي موجود عشان تعمل كوليجن عشان تعمل رياكشن قلت هي كمان. اما بتقل يبقى الفريكوانسي بتاع الكوليجن اللي هيحصل ما بينها هيقل، فبالتالي الرياكشن ريت بيقل معايا مع التايم. يبقى اعلى ريت موجود عندي فينا يا شباب انيشيالي، موجود في اعلى ريت لما كان التركيز في البدايه، بعد كده الريت بيقل معايا بيقل معايا بيقل معايا كويس. طيب لو انا حبيت اترجم الكلام دوت الى رياكشن بروفايل، طبعا عايز بس قبل ما اروح رياكشن بروفايلز عايز اقول ان الرياكشن ريت دوت هو عباره عن معدل تغير التركيز مع الزمن، معدل تغير التركيز مع الزمن، بس باخذ في الاعتبار الاستوكيوماتريك نمبر بتاعه السبيشيز اللي انا ايه بعمل لها اسيسنج للتفاعل. يعني انت عايز تتتبع التفاعل دوت مثلا، اما ان انت يبقى عندك طريقه تقدر تقيس بيها تركيز الام او 2 اوفر تايم، او تقيس بيها تركيز الان او او الاكسجين، تجمع الاكسجين مثلا وتعمل له ايه، تقيس الفوليوم بتاعه مثلا على سبيل المثال. بس طبعا ده جيز ريكشنز، فلابد ان انت يبقى في عندك طريقه ان انت تتتبع احد السبيشيز اللي موجوده دي باي تكنيك، وهنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل يمكن في تشابتر 2 او حاجه زي كده في المنهج عندنا ان شاء الله. لكن اللي عايز اوصل له ان انت تقدر تتتبع باي كيميكال سبيشيز، بس كل كيميكال سبيشيز ليها ديفرنت سكيماتيك نمبر، يبقى لازم يؤخذ في الاعتبار معايا معدل تغير التركيز في اي كيميكال سبيشيز اي اوفر تايم، بس اخذن في الاعتبار ايه السكيماتيك نمبر دوت موجود معايا ماشي. فدوت هيبقى موجود معايا اساسي في اي تفاعل بشتغل عليه. طيب الرياكشن بروفايلز او الكونسنتريشن بروفايلز ده هو يعني دياجرام بيصف تغير التركيز بتاع سواء الرياكتنس او البرودكتس اوفر ذا تايم. لو انا جيت بصيت عند زيرو تايم هنا ايه اللي كان مخلوط عندي من الرياكشن؟ كان عندي النيتروجين دايكسايد هو اللي موجود تركيزه كان 0.01 ماشي مثلا على سبيل المثال، حتى لو اختلفت التركيزات دي عن اللي موجوده في الرياكشن اللي فات، لكن كان تركيزه 1% مثلا هنا كويس. والبرودكتس كان موجود عندي ايه؟ موجود كان كلهم عندي الزيرو كونسنتريشن كويس. مع التايم اللي بيحصل التركيز بتاع الان او 2 بيقل معايا والتركيز بتاع الان او بيزيد معايا، بس تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان هما الاثنين ماشيين بنفس الريت، على قد ما ده بيقل على قد ما ده ايه بيزيد معايا. ها نفس الريت موجود، نفس الريت بس بابوزيت ساين، بابوزيت ايه؟ ده بيقل ودوت ايه بيزيد كويس. اما بالنسبه للاكسجين بيبدا يحصل له ايه ديفلوبمنت، بيزيد معايا التركيز بتاعه مع التايم بس بمعدل تقريبا نص اللي هو المعدل بتاع تكوين الان او. ليه الكلام دوت؟ عشان الاستوكيومتري بتاعت التفاعل اللي موجوده قدامي دي. طب لو حبيت تقيس انت الريت عند اي جيفن تايم، يعني لو جيت عند تايم مثلا سيم مثلا ال 110 سكند مثلا، اطلع هنا بلاين كده واخد السلوب التانجنت هنا بتاع التفاعل سلوب، واحسب السلوب دوت واحسب التركيز بتاع الرياكتنس واقسمه على التايم سلوت اللي موجوده عندي، دوت هيبقى الريت، ودوت بسميه يا شباب الانستنتينيوس اللي بسميه الافريج ريت. الافريج ريت بسميه انستنتينيوس ريت، بسميه يعني الريت عند جيفن تايم، عند جيفن تايم ده بتاخده من على السلوب بتاع الايه بتاع التفاعل اللي موجود عندي كده كويس. طيب
لو حسبت انت الريت اوف ان او 2 كونسامشن ده يبقى معدل تغير تركيز الان او 2، بس ده ملوش علاقه طبعا بالريت بتاع التفاعل. ها والريت بتاع الان او برودكشن بيساوي تغير تركيز الان او على الدلتا تي، وبالنسبه للاكسجين نفس الكلام. ها لو جيت تحسب مثلا عند التايم عند مثلا 250 بالنسبه للاكسجين بالنسبه للان او، ها خلال 70 سكند هتلاقي ان الريت بتاع الان او بيساوي ضعف الريت بتاع الايه بتاع الاكسجين، لان هم ليهم استوكيومتري الان او ضعف الايه الاكسجين اللي موجود. يبقى انا من الرياكشن بروفايل دوت اقدر ان انا اعرف الريت بتاع التفاعل عند جيفن تايم، باخد سلوب عند النقطه ديت واقيس الريت بتاع التفاعل في الـ من السلوب لللاين ده. كويس. طبعا يا شباب يعني عايز يعني ابص نظره يعني عميقه شويه بالنسبه للكونسنتريشن بروفايل اللي قدامي ده. طبعا الرياكشن اللي قدامي دوت ايرفيرسيبل، يعني ماشي في اتجاه واحد، يعني ultimately finally المفروض ان الرياكتنتس ديت will be consumed completely والبرودكتس ديت هتبقى produced بالستيكيومتري اللي موجوده في الرياكشن البالانس دوت اللي قدامي. لاحظ معايا ان الريت زي ما انت شايف كده السلوب او الريت بتاعي بالنسبه لي مع الزمن بيجراله ايه بيقل بالنسبه للرياكتنت. طب بالنسبه للبرودكت مفيش واحد يجي يقول لي بيزيد، لا هو الريت بيقل. الريت برضو اللي هو عباره عن معدل تغير التركيز مع الزمن بيقل معايا. احنا قلنا الريت اوف برودكشن بيقل والريت اوف كونسامشن هو كمان ايه بيقل معايا مع الزمن. زي ما انت شايف كده الكيرف بيحصل له ايه، بيبدا ان هو ينحني بالشكل دوت، فالريت بيقل. وهنا برضو الريت بتاع البرودكشن بيقل لان او، والريت اوف برودكشن بتاع الاكسجين بيقل معايا نفس الكلام. كويس. هو متتبع طبعا 400 سكند، لكن لو عمل اكستنشن للتايم دوت الى يعني انفينيتي او الى تايم يعني كبير شويه، هتلاحظ ان البرودكت ان الرياكتنس ايفينشوالي بتوصل للزيرو، والبرودكتس بتوصل للاكسبكتد فاليو اكوردنج تو ذا ستيكيومتريك ايكويشن. اللي ما ده طبعا ريفرسيبل ايكويشن. يختلف الوضع بتاعي لو انت خالط في البدايه NO2 وخالط معاه NO وخالط O2، يختلف شويه الشكل بتاع البروفايل دوت. الداتا اللي هيداني في الاول ديت لازم اكون ايه مستخدمها معايا في الرسم بتاع الكونسنتريشن ايه بروفايل. طبعا زي ما اتفقت الريت دايما بيقل معايا مع الايه مع التايم. ولو انت حبيت تحسب الريت اكوردنج تو ذا الايكويشن اللي احنا لسه كاتبينها في السلايد اللي فاتت، الريت هيساوي معدل تغير تركيز ال NO2 اوفر تايم بس مقسوم على الستيكيومتريك نمبر بتاعها اللي هو الماينس 2، بالنسبه ل NO معدل تغير ال NO على الدلتا تي مقسوم على الاثنين اللي هو الستيكيومتريك نمبر بتاعها بيساوي معدل تغير التركيز بتاع الاكسجين اوفر دي تي. لكن لو عايز تحسب بس معدل تغير تركيز ال NO2 او ال NO او ال O2 تقدر انت تحسب الكلام دوت عند different times. يعني حسبنا من على البلوت عند 100 سكند كان الريت بتاع الام او 2 كونسامشن دوت بيساوي ايه؟ بيساوي الفاليو اللي موجوده قدامي ديت. كويس؟ هو حاطط هنا ماينس كانديكيشن ان دوت ايه كونسامشن، والتغير دوت هيبقى نيجاتيف، فنيجاتيف في نيجاتيف هيديني ايه بوزيتيف. وفي النهايه الريت دايما بيبقى ليه بوزيتيف فاليو، الريت دايما ليه بوزيتيف فاليو. كويس. ف هو لذلك هو بيستخدم الستيكيومتريك نمبر عشان يعادل القصه ديت، عشان في النهايه الريت يبقى ايه بوزيتيف فاليو. طيب عند تايم تاني 250 تلاقي ان هو طلع بالفاليو دي. الاحظ طبعا ان كل ما بيحصل بروجريسنج في الرياكشن تايم بيزيد معايا، كل ما الريت بتاعي بيجرى له ايه بيقل معايا. كويس. طيب لو حب يحسب بالنسبه لان اول او2 هيلاقي ان الفاليو تقريبا بتاعه ال NO ضعف الفاليو الريت بتاع ال O2 according to the stoichiometry of the reaction at the same time at the same time. طيب يبقى at any given time the rate of NO2 consumption بيساوي rate of NO production بيساوي 2 في rate of oxygen production. لو جيت اتكلم على reversible reactions، ريفرسيبل رياكشنز بيبقى في عندي رياكتنت A بيروح الى برودكت B. كويس. وعندي ريت كونستانت او ريت للكونفرجن دوت بتاع A يروح ل B، وعندي ريت للكونفرجن من B
الى الايه اللي هو الباكورد رياكشن او الريفرس رياكشن. طب لو انا جيت حبيت ابص على التركيز، لو انت عندك تو رياكتنتس انت بادئ بيهم وبادئ بايه بس مش بادئ ببي، هتلاقي ان تركيز الايه موجود عندك عالي والبي تقريبا موجود عند الزيرو اللي هو لو انت مش بادئ بي عند الـ عند الانيشال تايم. ايفينشوالي مع التايم الاي بي ال والبي بيزيد، ها، لغايه لما التركيز بتاع الاي بيثبت والتركيز بتاع البي بيثبت كده. الاريا اللي هي اليلو اريا ديت بدات ان انا احصل على ثبات في التركيز بتاع الاي والبي. في الحاله ديت اقدر اقول ان انا وصلت كده للايه للايكوليبريم، بدات اوصل اللي هي الايكوليبريم اللي عندها التركيز بتاع الرياكتنتس والبرودكتس بدا ان هو ايه يثبت، بدا يثبت عني. كويس. طيب انت بادئ بالاي فقط ومش بادئ ببي، الطبيعي ان الريت بتاع الرياكشن في الفورورد دايركشن هيعتمد على تركيز الاي، والريت اوف رياكشن ذا باكورد ريت اوف باكورد رياكشن هيعتمد على تركيز البي. اذا الريت بتاع الاي في البدايه التركيز بتاع الاي اعلى حاجه موجوده عند، فالريت بتاعه هيبقى اعلى ما يكون برضه. ايفينشوالي مع التايم الريت بتاعه بيقل. ليه بيقل؟ لان تركيز الاي بيقل فالريت هو كمان بتاع الفورورد دايركشن بيقل معاه. طب البي التركيز بتاعه انيشيالي كان زيرو فبالتالي الريت كان زيرو. كويس. لكن مع التايم البي بيبدا يتكون عندي. كويس. فالريت يبدا ان هو يزيد ستيب باي ستيب. يبقى الريت بتاع الفورورد دايركشن بيقل مع التايم والريت بتاع البي بيزيد مع التايم لغايه ما احصل على مومنت الريت اوف رياكشن بتاع الفورورد دايركشن بيساوي الريت اوف رياكشن في الباكورد دايركشن. في الحاله ديت يبقى انا وصلت كده الى ايه؟ الى الايكوليبريم. يبقى عند الايكوليبريم في عندي كونستنت كونسنتريشنز، ها، للرياكتنتس والبرودكت. طبعا مش لازم ان هم يكونوا ذا سيم، ممكن هو بيثبت بس وارد ان هم يكونوا ذا سيم، وارد ان هم يكونوا ذا سيم ات ذا ايكوليبريم، يعني التو لاينز دول يبقوا متقاطعين مع يبقوا يعني اوفرليد على بعضيهم الاثنين ذا سيم لاين، ها، يبقى ده ذا سيم كونسنتريشن. دي احد الكيسز، لكن كيسز كثيره مختلفه ممكن ما يبقوش هم ليهم نفس الايه نفس الكونسنتريشن. لو جيت بقى اشوف الرياكشن ريت، تغير الرياكشن ريت مع التايم، قلت الايه الريت بتاع الفورورد دايركشن بيبقى ماكسيمم، والريت فورورد دايركشن بيساوي كي اف في التركيز بتاع الايه، ها، لان دوت ايه يوني مولكيولر رياكشن. كويس. والاوردر بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي واحد، يعني الباور هنا بتاع التركيز بيساوي واحد. انا بفترض ان دوت فيرست اوردر رياكشن يعني، وهنتكلم عن الانواع ديت ايه ليتر ان شاء الله. المهم ان الريت بيقل معايا مع التايم والريت بتاع الباكورد رياكشن بيزيد معايا مع التايم لغايه ما نصل الى الايكوليبريم. عند الايكوليبريم الريت اوف فورورد دايركشن بيساوي الريت اوف باكورد دايركشن، وديت احد اهم الفيتشرز في الايه الستيتس بتاعه الايكوليبريم، ان عندها الريت اوف فورورد دايركشن بيساوي الريت اوف باكورد. هل ده بيؤكد الكلام اللي احنا قلناه ان في عندي دايناميك تشينج بيحصل، في عندي دايناميك ستيتس موجوده في الايكوليبريم، يعني في ريت للرياكشن في الفورورد وفي ريت في الباكورد، تمام، لكن both rates are equal. كويس. فبالتالي الاوفرول تشينج اللي انت ممكن تشوفه نو تشينج في التركيز. التركيز بيبقى ايه ثابت بالنسبه لي اللي قدامي دوت، لكن ده مش معناه ان الرياكشن توقف، لا، في دايناميك ايكوليبريم موجوده عندي. يبقى ات ايكوليبريم الرياكشن ريتس بتبقى ايه متساويه عندي. طبعا عادة ليه احنا يعني في دراستنا دايما هنهتم بالايه بال يا اما irreversible reactions يا اما ال rate of forward reactions في حالة irreversible reaction. We are concerned with rates in a certain direction. او ان انت يعني لو عايز تدرس الباكورد يبقى انت يعني هتمسك ال reaction دوت separately. كويس. طيب لو انت عندك نوع تاني من الرياكشن اللي هو بنسميه sequential reactions involving an intermediate، ها، يعني رياكشن بيتخلله intermediate. ايه المفروض ان هو يديني البي، بس عشان يديني البي بيمر بالانترميديت اللي هو الاي دوت. طيب شكل التفاعل دوت ايه؟ طبعا المفروض ان دوت ليه ريت كونستنت، التفاعل الاولاني والتفاعل الثاني ليه ريت كونستنت كي اي وده كي اي. كويس. بيزد على الريشيو بتاع الكي اي على الكي اي دوت الكونسنتريشن بروفايل هيكون موجود. يعني مثلا انا عايز اقول مثلا لو الكي اي دوت كي اي دوت سريع جدا
او اعلى بكتير من الكي اي. ايه اللي انت تتوقعه؟ تتوقع ان يحصل عندك بيلدينج في الاي ويبقى متوفر موجود عندك ها بسرعه في الفيرست مومنتس من الرياكشنز من الرياكشن هيبقى موجود عندك ها, وبعد شويه هيبدا ان يحصل له كونسامشن ها, يعني ممكن كل الاي يتحول الى الاي ها, ولسه البرودكت بيبدا يتكون مثلا بيبدا يتكون, خدت بالك؟ ف دوت لو الكي اي اكبر من الكي اي, لكن لو الكي اي دوت اقل بكتير جدا من الكي اي, يعني كل اللي هيتكون من الانترميديت بسرعه جدا هيتحول للبي, هتلاحظ ان تركيز الاي دوت موجود عندك ايه قليل في الرياكشن ده. انا بقى جايب يعني 3 كيسز هنا من الرياكشنز اللي بتقارن بين الكي اي والكي اي. الاولاني دوت بيقول لي ان الكي اي ها بيساوي 2 الكي اي, يعني ضعفه تقريبا. فلاحظ عندي ايه, طبعا الاي ده ما فيش فيه خلاف, بيقل معايا مع الزمن اكسبوننشال كده بالشكل ده. الاصفر دوت اليلو كلر ده, ده اللي هو بتاع الانترميديت, تلاحظ ان هو ايه بدا يتكون بكميه كبيره جدا في الايه في الدقائق الاولانيه ديت من التفاعل, نتيجه لان الكي اي دوت كبير بالنسبه للكي اي ها. Eventually مع التايم اللي هيحصل, هيحصل ان هو يبدا بقى يتحول الى ايه البرودكت البي ده, بس it takes time ها. طيب عند اي given time هنا المفروض ان التركيز بتاع الايه دوت هيساوي تركيز الانترميديت بلس تركيز الايه تركيز البرودكت اللي عندي ده, ده according to the stoichiometry of the reaction, يعني جزء يتحول للاي وممكن جزء من الاي يتحول الى البي, لكن اللي حصل له كونسامشن من الاي يتناسب مع الجزء اللي موجود اللي موجود من الاي والجزء اللي يتحول الى ايه الى البي. حتى at the end of the reaction هتلاحظ, يعني لو انت عندك بدايه كنت بادئ من واحد ايه, فاينالي هتلاقي ان اللي موجود عندك بس هو البرودكت عند التركيز بتاعه بالنسبه للانيشال كونسنتريشن بتاع الاي دوت, هتلاقي ان هو بيساوي واحد, يعني الماكسيمم فاليو بتاعته. هنا انا كاتب على الواي اكسس هنا الريشيو بتاع الاكس, سواء بقى الاكس ديت كانت تركيز الاي او الاي او البي. بالنسبه لتركيز الرياكتنت اللي هو الاي دوت اي نود عن ات ذا بيجيننج, يعني ات ذا بيجيننج لو قلت الاكس ديت هي الاي يبقى ايه على اي نود, ده المفروض سيم فاليو يبقى بيساوي واحد. بدات بريشيو واحد وبدا يقل معايا, فاينالي المفروض ان اللي هيتكون من البرودكت برضو ها هيبقى متناسب مع الكميه الانيشال اللي كانت موجوده من الرياكتنت او بيساويها. فبالنسبه لي الريشيو دوت هيساوي واحد, يبقى ات اني جيفن تايم المفروض ان التركيز بتاع الاي بيساوي التركيز بتاع الاي بلس التركيز بتاع الاي بتاع البي, لكن شكل البروفايل اعتمد على ايه, على الريشيو بتاع الكي اي مع الكي اي. شوف بقى لو كان الكي اي بيساوي 8 كي اي مش 2 بس ها, هيبقى الرياكشن الاولانيه سريع جدا, يبقى هيحصل بيلدنج اب للايه للانترميديت دوت يعني الى اقصى درجه في الاول ها, وبعد كده يبدا هو اللي يحصل له يعني الاي دوت هيحصل له كونسامشن بسرعه جدا في البدايه قبل ما حتى ايه تشوف كميه كبيره من البرودكت طالعه ها, وكل الرياكتنت ايه ده يتحول الى الاي, وبعد كده الاي هو اللي يبدا يتحول ايه ويكسر ببطء شويه الى ايه الى البرودكت بي. لكن نفس الايكويشن متحققه معايا ان عند اي جيفن تايم تركيز الاي بيساوي تركيز البي بلس تركيز الاي الاي. طب شوف بقى لو كان العكس, لو كان الاي دوت ابطا بكتير جدا من الكي اي, كان ابطا من الكي اي, هتلاحظ ايه اللي بيحصل عندك, كميه صغيره جدا بتظهر معايا من الانترميديت ديت وايميديتلي على طول بتتحول الى ايه الى البي, يعني يكاد يكون ما انت شايف الانترميديت اصلا في لان كل ما بيتكون بيتحول بسرعه جدا الى ايه الى الى البرودكت ايه الى البرودكت اللي هو بي كويس. فطبعا هو هنا اكتفى ب 100 سكند في الكيس الثالثه ديت, لو كان عمل اكستنشن كان البرودكت التيميتلي برضه هيوصل الى ايه الى الريشيو اللي هو 1 اللي موجود قدامي ده. ده نوع من الرياكشن ده بسميه سيكوينشال انفولفينج ان انترميديت. زي ما اتفقت ان تايم 0 الريشيو دوت بيساوي 1 بالنسبه لايه, لكن بيساوي 0 بالنسبه للانترميديت والبرودكت. ات تي انفينيتي عند النهايه الريشيو دوت بالنسبه للاي والاي بيساوي 0, لكن بالنسبه للبرودكت بيساوي 1. ات اني جيفن تايم زي ما اتفقنا ان الريشيو بتاع الثلاثه مجموعهم مع بعض هيساوي ايه؟ هيساوي الواحد كويس؟ انا طبعا هنا بتكلم على التركيز
according to the stoichiometry، لكن هنا بيتكلم على الريشيو. الريشيو هنا الثلاثة مجموعهم لازم بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. ها الريشيو بتاع التركيز ال A على ال A نود بلس ال I على ال A نود بلس ال P على ال A نود، ده لازم بيساوي ايه؟ بيساوي واحد at any given time. طيب لو اتكلمت على the same يعني very similar reaction للsequential اللي فات دوت وبرضه involving intermediate B، لكن الستريب الأولانية reversible مش irreversible زي اللي فات. يعني في عندك pre-equilibrium state. pre-equilibrium state ايه تفرق ايه معايا القصة دي؟ ان الA بيكون لB، بس الB كمان يقدر ان هو يرجع لA زي ما هو يقدر يتحول الى ايه؟ الى C. وعندي بقى rate constants هنا مختلفة للثري reactions اللي موجودة عندي دي. هتيجي تبص كده تلاقي ان الديفلوبمنت بتاع البي دوت او تركيز البرودكت ما بيطلعش بسهوله، لان بيحصل كومبيتيشن ما بين ان البي يتحول الى الاي او ان هو يتحول الى السي. تلاقي ان في الاول ايه اللي بيحصل؟ طبعا الاي دوت بيكسر معايا او بيخلص معايا، التركيز بتاعه بيقل مع الزمن. اجي ابص بالنسبه للبي، البي في الاول بيطلع كده ها، لكن ممكن يطلع وما انتش حاسس ان ايه ان في برودكت بيطلع، لان ممكن البي يتحول الى الاي ها بدل ما يديني السي. فتلاقي ان بيحصل ايه؟ يعني تحس ان انت في صعوبه شويه في البرودكشن بتاع البرودكت السي اللي موجود ده. فالشكل هنا شوف حتى الانيشال مومنتس هنا تلاقي ان ايه تركيز السي لسه ما ظهرش عندي، لان في كومبيتيشن في الرياكشن بتاع البي، اما ان هو يدي A خلال ال K-1 دوت او يديني C خلال ال K2. نوع اخر من الرياكشن اللي هو البارالل رياكشن. في البارالل رياكشن في عندك رياكتنت يدي لك two different products. ها كل واحد ليه ميكانيزم معين وهو مختص بيه. احنا خدنا يعني في اول المحاضره اكزامبل على البارالل رياكشن ده يديني 2B او يديني C ده. شكل البروفايل يبقى شكله عامل ازاي كده يا شباب؟ ها تلاحظ ان لو انا برضو خدت الريشيو ده بتاع التركيز اجينست التايم دوت مع التايم، طبعا الاي بيقل معايا. بالنسبه للبي تحس ان هو ايه بدا ان هو يزيد بنفس الايه نفس المعدل تقريبا بتاع الايه بتاع الديكي بتاع الاي، لان هو ليه نفس الايه نفس الاستوكيومتري. اما بالنسبه للسي تحس ان هو ايه ان هو بيحصل له برودكشن بايه بنص الفاليو بتاعت البي او بنص الديكي اللي حصل في ايه في الاي دوت. يبقى تو ديفرنت برودكتس بينتجوا معايا في البارالل رياكشن دوت شكل الايه البروفايل بتاعهم اللي موجود. الرياكشن اللي بعده لو دوت كاتاليتيك رياكشن. يعني ايه كاتاليتيك؟ يعني هيستخدم كاتاليست. ايه هو الكاتاليست؟ الكاتاليست هو عباره عن ماتيريال بتضاف للتفاعل عشان تسرع التفاعل. ها بس بتسرع التفاعل في الاتجاه الطردي زي ما بتسرع التفاعل في الاتجاه الايه العكسي. كاتاليست does not appear in the overall stoichiometry of the reaction. its rate of formation بيساوي its rate of disappearance. ها يعني عندك السي ده هو الكاتاليست. ها تقدر تقول ان الاي بلس سي بيديني بي بلس سي، او تقدر اختصارا تقول ان الاي بيديني البي. الكاتاليست ما ظهرش في الاوفرول رياكشن. طب الكونسنتريشن بروفايل بتاع حاجه زي كده دوت هيبقى شكله عامل ازاي؟ بالشكل اللي قدامي دوت كده. تلاقي ان الرياكتنت بيقل مع الزمن، البرودكت بيزيد مع الزمن، الكاتاليست اولموست التركيز بتاعه ثابت خلال التفاعل. طبعا يعني ثيريز كتيرة ممكن تتكلم على الكاتاليتيك فينومينا ديت والكاتاليست هيبقى كونسيومد او هيحصل له مورفولوجيكال تشينج مثلا، او ممكن يحصل له دي اكتيفيشن مثلا. كميه الكاتاليست هل تاثر في التفاعل ولا لا؟ ده برانش يعني ممكن يدرس، ويعني باي ذا اند اوف ذا كورس ان شاء الله ممكن نتعرض الى كورس يتكلم على ايه على يعني ممكن نتكلم على تشابتر في الكاتاليسيس دوت. يعني عايز بس اقول ان يعني ليه بنحتاج ان هنضيف كميه من الكاتاليسيس اذا كان الكاتاليسيس تركيزه ما بيتغيرش؟ لا ده ممكن يحصل له دي اكتيفيشن. يعني ممكن التركيز يبقى ثابت زي سيم قدامك كده، لكن حصل له دي اكتيفيشن بقى غير صالح للتفاعل مثلا، فبالتالي الكميه بتاعته ممكن انها تفرق معايا في الكاتاليتيك رياكشنز. طيب يا شباب يعني احنا كان يعني في النيه ان احنا نكمل اكتر من كده ونشوف الريت ايكويشنز ونشوف الايكوليبريم دياجرامز
لكن يعني الوقت أخذنا شوية والمحاضرة يعني طالت، بس يعني أظن والله أعلم إن دي كانت يعني بداية جيدة علشان يعني أفهم الكونسبت بتاع الليميتنج رياكتنت، الكونسبت بتاع الستوكيومتري، أفهم الإمبورتنس بتاع الثيرموداينامكس والكريتيريا للسبونتينيتي في كيميكال رياكشنز اللي احنا ممكن نتعرف بيها. اتعرفنا على كونسنتريشن بروفايلز لديفرنت رياكشنز، وازاي ان انا اتتبع الريت، وازاي ان انا احسب الريت، وازاي ان انا اقرا كاتاليتيك ديتا واقدر افهم ايه المغزى بتاعها وهكذا. ان شاء الله نكمل الايتيمز اللي احنا ذكرناها في الكونتينتس بتاع ذا فيرست ليكشر ديت نيكست ليكشر ان شاء الله. وإلى أن ألقاكم يعني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.